تفضل. انا ما بقى رح طنش. بيض لنا وجهنا اليوم ولا لا؟ بيا في وسام اليوم وفي ضيوف اليوم وفي عاد النايب. بيض لنا وجهنا شو بتقول انت؟ شو بتقول محمد؟ اكيد مبيض لنا وجهنا، بس انا شادي اوقات ما بعرف انه بتخربط معي. ارفع ايدك اليمين. هاي اليمين. قول اقسم بالله العظيم. كريم. نعم. لازم تطنشي، بس انا ما في طنش عليك. من جمعتين كانوا شعراتك طوال، غبتي حلقه، رجعت شعراتك قصار. عن جد انت دقيق الملاحظه يا زلمه. اوكي وين انت؟ لا ما حدا انتبه. العالم هالقد انه بتغيري عليها. عن جد غير انك طنشتني بهديك الحلقه. كريم سلامه معنا اليوم، ممكن انتوا نسيتوها. يا عم شرفيق المنيح، انا اول شيء ما بنسى. ايه وهديك الحلقه طبعا لاني كنت مريضه، اكيد ما كنت هون. ومن جمعتين كانوا اكستنشن جوزيف مش شعراتي. طيب لا صاحبتي كده عم تخبرينا عن صديقتك، طنشتي لها ولا لا؟ بلا امرار بتضطر تطنش لتمشي الحياه. اه اللي تصرفتي معها على التليفون شوي هادي ومطنشتي لها يعني. هادي تطنيش. ايه اه طب شوفني لما ما بطنش مثلا شو بيصير. بعرف. ايه بس العالم ما بتعرف وان شاء الله ما بيعرفوا يعني. بس اكيد رح يعرفوا راي ضيوفنا الليله اللي هن طبعا مميزين جدا بحلقه الليله السهره عنا. طبعا بدنا نمسيهم كلهم بالخير، نمسي سعاده النائب جمال جراح، مقدمه البرامج بونيتا سعاده، الاعلامي وسام بريده، مصمم الازياء نمر سعاده، الفنان ميشيل ازي زميلي رشا، وطبعا الزميل الي وملكة جمال مغترب لسنة 2010 دانيلا رحمة، واكيد شف شادي حماد، والفرقة الموسيقية طبعا. من مسيرة بالخير. قد ايه ممكن تطنش لسياسي عم بيواجهك بآراء سياسية مختلفة؟ بتطنش له ولا بتواجهه؟ لا طبعا نحن بنواجه، خاصة إذا آراء حول مواضيع سياسية وطنية مهمة بالتاكيد. ما اوقات التطنيش ما بيكون كمان جواب؟ لا يعني نحن بعتقد ما بنطنش، واللي عم بيصير هلا واضح انه ما بنطنش لحدا، خاصه بالقضايا جدا. شو اخر شغله ما طنشت عليها؟ لا يعني نحن عم نحكي كشخص شخصيا ولا كفريق؟ شخصيا. شخصيا بعتقد يعني موضوع السوري هو الموضوع المهم اللي ما طنشنا عنه، لا بالاتهامات توجهت لنا ولا بما يجري بسوريا تجاه الشعب السوري والمجازر اللي عم بتصير. كان لنا موقف، وانا تحديدا كان لنا موقف واضح بغض النظر عن كل الاعتبارات اللي احيانا تقتضي انه يطنش. ما طنشت. بونيتا كثير صعبه هلا الانسان يواجه، يعني المواجهه على طول الناس بتهرب منها. يعني مثلا اذا انت مخانقه مع حدا من او زعلك حدا ما بتردي على التليفون، او بتشوفيه بتعملي حالك ما شفتيه بتبرمي. انت من الاشخاص كمان اللي بيطنشوا على امور كثيره او بتفضلي ما تواجهي. في ناس عندها مشكله بالمواجهه، بس بتقول لحدا تاني يحكي عنا لهي ما تحكي، ولا انت بتواجهي؟ لا انا بواجه، وهيدي مشكله انه ما بترك شيء يكون مضايقني، ومرات بس تواجهي بتنحل المشكله. يعني بتصير اقول انا زمان مرات العكس، مرات بس بتواجهي اوقات بتطرحي شغله انت ما بدك تطنشيها، مثل ما انا كارينا اوقات بتطرح معي موضوع ما بدها تطنش عليه، شيء ما بتطلع راس. اللي انه يا ريتنا فتحنا هالموضوع لو وصلنا لهون. هلا ما كارينا اعترفي مزبوط ولا لا؟ معلش ما انا وحده تكوني منيحه بحقي من وراك ارجع. بس هيدي معك ما بتحصل حقها يمكن لانه انا على طول جوزيف عطيني. ما هلا ايه هي بتمرق لك. كملي انا عطشتك ما تواخذيني، بس ما قدرت ما اعبر لها لكريم. ما قدرت تطنش. ما قدرت تطنش. لا انا بواجه، هو بلاحظ انه دائما بربح وبرتاح بس واجه، لانه كنت عم بقول انه اذا ما بتكبر ما بتصغر الشغله، وبتحط النقط على الحروف احسن. فش خلقك. فش خلقي اكيد. وفي كمان كنت عم تقولي شغله انه في مرات ناس اذا كثير بتضايقني بعمل حالي مش قاشعه. اها خلص شغله منيحه. وسام بال اللي انت شوف وسام. هلا نحن بنتعلم كريم انه وسام نحن بنعرفها كثير منيح، يعني بدنا نسالك السؤال مش لنا انا وكريم، بدنا نسالك السؤال للمشاهدين. يعني شو بتعرف انت جوزيف؟ بنعرف كثير منيح انك اوقات بتطنش اوقات ما بتطنش. مؤخرا اللي صار معك طنشت عليه بالصحافه؟ لا دائما بطنش انا. انا يعني اذا بدك هو شفيع التطنيش. بس انتبه وسام، امرار التطنيش الكثير بيقوم بيدل عن شوفة حال.
يعني انت بتعتبر انه كل الناس بالنسبة لك ما بيعني لك رأيهم شو ما يحكوا سبا؟ ما حلو انا هيك بترتاحي انت يا شو بك؟ في اوقات ارتحتي بهالاستنتاج كريم انت توقف اليوم؟ كريم رح وقف بستأذن وبمشي ما بيصير شيء فيك اوكي تفضل وسام عملوا نحن ضيوف عندكم انا قاعدين هنا وانتم مثل الرجال ومرته بس وسام ما رويت لنا عطشنا شو شو عطشان شاب شادي عطشان لا عن جد هلا بفهم عن جد اوقات التطنيش الزياده الناس بيفهموه شيء ثاني بيفهموه انه الشخص شايف حاله مشان هيك ما عم بيعبر انا بدي اسالك سؤال اللي بيريحك انت اذا الناس شافته وشوفت حال ما بتعمليه؟ لا انا بعمل بريحني ريت وانا بعمل بريحني طيب شو اللي ريحك ما مش هلا هلا بحكيك بالاخر وقت نقعد انا وياك راس براس بسالك اكثر نمر ما بعرف اذا بمجالكم في مواجهه او في تطنيش يمكن مع زبونات على شكل خفيف يعني اوقات بتطنش لزبوني او زبوني بتطنش لزبون عفوا او زبون بتطنش او هالامور هيدي اللي بتصير بس بالحياه اوقات بنعبر عن امور بتخلينا نروح لمطرح ابعد من انه عبرنا عن اللي بدنا نحكي كلمة صعب السؤال بس انتبه فوت ببعض انا بعرفك انه انت حدا بتحب السؤال يكون عميق فكر طلع معي ليك بس انتبه على شغله يعني نمر عنده حجه بيقدر يعملها حتى لو كان معصب من حدا وطنش له بس بيخزق له البدله من جوا يعني فيني اخزه في عندي كذا شغله ممكن استعملها كل شيء ضمن البدله فيني استعمله لا بس بالحياه الطبيعيه انا شخص كثير قريب لوسام يعني خبرونا اخبار عني وضدي واشخاص قريبين واشخاص بعاد وبالصحافه خبروني يا برجع بكمل موضوع ما كثير بعرف تبين الكابل برايك وقت يطنشوا لبعض افضل ما انه يواجهوا بعض بالاخطاء اللي بتصير انا كرجال انه بتصير معنا شغله بين كابل يعني بحس انه بعبر عنا دغري وبرجع بعدين بنسيها بس بدك الطرف الثاني ينسى الطرف الثاني ما مثله ما بس جوزيف بدنا نشوف ميشيل لان شكله ميشيل بيطنش كثير شكله ميشيل ان شاء الله يا رب بيعيش له بين الخمس 6000 سنه يعني هلا معدل العمر عنده ميشيل فات اليوم ليسلم علينا بالكوليس بتقول انا هادي كنت مطنشكم مش انه هادي كريم طنشك طنشك بس انا كيف سلمت عليك جوزيف بحراره ابو النيش حيو لال بالفعل طلعت بتطنش ولا لا؟ لا حسب هلا اذا موضوع في حق اكيد ما بطنش، اذا انا بدي استرد حقي ما بطنش، بس اذا موضوع لا بيقدم ولا بيأخر بطنش وما بوصلني لمطرح يعني. وبدي ارجع انا لسؤال جوزيف بالكابل تتخيل انه لازم يصير في تطنيش ولا؟ كمان مثل ما قال نمر يعني اذا من بعد التطنيش الفريق الثاني يعني او الحبيب ينسى الخصم حسب كاركتير الشخص الثاني كريم نعم قولي الحقيقه للمشاهدين للعالم كله قولي الحقيقه من دون ما تبيني هذا الكاركتير اللي هلا انت عم بتمثلي شو قد ايه بتحبيني كثير دانييلا رح مبسوطين انك معنا تركتي استراليا كرمال لبنان صحيح صحيح انت ملكة جمال لبنان المغترب لل 2010 ومن اسبوعين سلمت التاج لماريا فرح بس مش بس سلمت التاج بيتي بلبنان شو السر انه كتار يفكروا يفلوا انت رجعتي كلهم يسالوني هالسؤال صراحه يعني اول ما قررت ارجع كنت قديت 3 اشهر هون بلبنان اول ما ربحت ملكه جمال لبنان المغترب ما بعرف انغرمت بلبنان يعني تعلقت فيه قلت معقوله هيدا بلدي وانا عايشه هونيك يعني هالقد بعيده من بلدي مش معقول عندي كثير يعني عائله كبيره هون ف قررت انه ضل شوي وجرب على 3 اشهر وانغرمت بلبنان وصراحه يعني بس فكر بطفولتي ما بتذكر الا يعني اشياء بلبنان ما بتذكر كثير قصص اللي صاروا معي انا ولد باستراليا فيعني هي السر دانييلا شو اصعب شيء هلا انه لك 8 اشهر بلبنان شو اصعب شيء بالعيشه بلبنان؟ هلا اكيد بعيده عن عائلتي هي اول شيء بس كعيشة بقلب لبنان ما بعرف بحس انه عندي منتاليتي كيف بيقولوا منتاليتي بالعربي عقلية. يعني عقلية غير عن العالم اللي عايشين بلبنان مع انه انا كمان لبنانية بس عشت برا كل حياتي ف يعني تحط عقليتي مع عقليتهم
هيدا عم لاقيه يعني شيء شوي صعب. بدها ميكس لانه دانييلا والدتك لبنانيه من وين؟ بعكفرة مظبوط؟ الماما من بعكفرة والبابا من عينيتا الأرز. يعني اللي بيشوفك بيقول انه اوروبيه اكثر استراليه اكثر. شو سر هالخلطه؟ فهمتيها انت ولا لا؟ فهمت انا فهمت شو عم تقول، بس ما بعرف. البابا عيونه خضر والماما كثير شقرة، اصلا الماما ما تبين لبنانيه بس تطلع فيها. ف يمكن هذا اللي بيميز لبنان انه في جمال من ايه اصلا، يعني في اشكال كثير بلبنان يعني. طيب دانييلا اليوم انت عم تدرسي راديو تي في؟ صح، قررت انه اجي على لبنان وكفي درسي هون. عم بدرس راديو تي في بالان دي يو ومغرومه فيها. يعني طموحك شو؟ مقدمة برامج ان شاء الله. بدي احسن العربي تبعي شوي، اعيش هون بعد فتره وان شاء الله. بس يعني بس هيدا العربي او اللبناني بثمانية اشهر صار هيك قبل، لانه ما كنتوا تحكوا. هلا مع بي اذا بدي احكي مع بي بدي احكي يعني نتفه عربي مع نتفه انجليزي، عم تسمعوا شوي. هو من عينات الارز فمش كثير بالانجليزي، بس الماما عايشه باستراليا، فيعني تعودت كل حياتي احكي معها بالانجليزي، واكيد رفقاتي والمدرسه والجامعه باستراليا بالانجليزي دائما. فوصلت لهون اول ما وصلت يعني سنه الماضي بالثلاث اشهر اللي وصلت فيها، العربي تبعي كان شيء بجرس مكسر بالمرة. يعني هلأ ايه بالثمانية اشهر اللي انا عايشة هون فيهم عم يتحسن شوي، عم جرب قد ما في احكي بالعربي. You did a great job. عن جد؟ طيب دانييلا يعني لهجة عينيتا الارز ما بتسألني، انا ما بعرف اللهجة تبع عينيتا الارز. ما في كم كلمة حفظتيهم؟ لا ما في ولا كلمة، ما بعرف عن شو عم تحكي انت. انت بتعرف كم كلمة؟ عندك رفقات من عينيتا الارز؟ مذيعة ماني كاينة. طيب دانييلا طموحك تكوني مقدمة برامج بلبنان؟ صح، هلا انا كنت عم اشتغل بالتي في بالتصوير بالفوتوشوت مودلينج باستراليا، ويعني وقتها كنت عم اقرر انه وين بدي اعيش، بلبنان او باستراليا. كنت لحفوت بالتمثيل وتقديم البرامج باستراليا، وتقررت اجي لهون انه اكيد بدي اقدم برامج بلبنان، بس اكيد مش بهالعربي، بدي ظبطه شوي. او يعني اذا في اعمل نص انجليزي نص عربي، اذا بيسمحوا لي العالم بلبنان يعني. عبتين بيسمحوا لك. دانييلا يعني العيش ببيروت بعيد عن اهلك وعن بلد تعودت عليه كثير، كمان منا هيني كل قد ايه عم تشوفي اهلك؟ صراحة صار لي يعني إذا بدك 8 أشهر ما شفتهم. وقت طلعت على بالي تمثل لبنان قلت إنه بالي بس ساعات من أستراليا، فحأزمت شوي لعندهم على جمعة وشوفهم، وهي هي اللي شفتهم فيها بهالثمان أشهر. أختي إجت هي الصيفية تتقضي شهر معي، كثير انبسطت، وهي كمان عم تفكر ترجع على لبنان. قلت لها شو بدك بهالشغلة؟ بس إنه ما بعرف، صعبة إنه عمري 20 سنة بس فتترك أهلي، شيء منه هين. بس I guess في يقول انه بلشت اشتغل بهذا الدومين من عمر كتير صغير، وتعودت كون بعيدة عنهم شوي. يعني سافرت، بلشت سافر لوحدة من 18 سنة. ولك الحال عم بتحقق حلمك، موفقة. صح، مرسي. انا على طول بسحب ولا مره عجل. انت سحب لي شخصيتي، على كل شخصيتي شادي بالصوصات وبالرسيتات عم تعملها. مش اشتقت لك كثير، لازم نرجع كل يوم ليله السهره عنا. نحن كل يوم ليله السهره عنا، بس عم نطلع على الاحد بس. مع اذا نحن ضاربينه بالاحد كيف اذا كنا كل يوم؟ بس انت بتقول لي انه ايه والليله وكذا، كم مره صرت اقول لك تعال نعمل اكل بالبيت وكذا وعنا ضيوف؟ انت بدك تقول لي الساعه 12 بالليل شادي، نحن بلشنا نغني بلشنا ناكل تعال عندي، فانا ما فيني اجي الساعه 12 بالليل شادي. انا متجوز الثاني بيجي لعنده. بس بدي اقول لك شغله، انه بس تشوف صبايا حلوين ضيوفنا بتصير تتفنن زياده. انت بتستوعب والشباب اليوم اسم الله ضيوفنا كلهم كمان اسم الله عليهم اليوم استوعب منهم. بس شباب ملفوف. شو هو اليوم عاملين عليه؟ برغل، يعني بسموها مدفونه. برغل برغل بتفين يعني. برغل لا برغل بتفين. ايه ممكن ايه لا تنحكي مثلا اليوم شو عامل. اول شيء شايف انت هون الملفوف عامله انا مع حبه البركه مع البافو. أيوه. اوكي راح نقدمه تحت نوع من الباستا على ماتريتشانا صوص معموله من الصوص الحمراء الحاره، وبعدين مستعملين شيء جوزيف، مستعملين الفيليه بقلبها. لما ماتريتشانا معروفه شوي صغيره حاره، اوكي
فيها بصل وفيها توم بس ما راح نحس انه فيها بصل وفيها توم. هلا بشوف اذا اوكي هيدا هيدا البلا الانتري يعني بيكون هيدا. وفي عندنا بلا ثاني بلا ثاني العجينه اللي شاغلين فيها بالبلا الثاني هي عجينه معموله من طحين الرز. هلا بنشوف كيف مع لحمه مع صوص بشاميل كثير حلوه بتطوش بتعقد ونتركها بعدين. بس تطبخ بالبيت تلبس هيك تيابك ولا لا؟ لا بتفرع اكثر. لا يعني بالبيت بيتي انا عم تحكي كون هيك. لا اكيد بكون هيك بالبيت. انا فكرت انه عم تحكينا على الصبح. لا بالجاكيت يعني في ما في بكل بيت واحد مثلك يا شادي. انت بتخجلني جوزيف ما عاد فيني ركب جمله انا شو بدي اعمل لك. يا وسام انا وياك اخذوا الريح واخذوني واخذوا نهاري واخذوني اخذوا قلبي وتركوا الضي سرقوا النور من عيوني. اسمع وسام يلا اخذوا الريح واخذوا الليل اخذوا نهاري مدرسة مع فهد فرن الشباك كمان أوفر والأسعار بعد عم تتكسر. تشكيلة كبيرة قرطاسية وشنط مدرسية عنده كل شيء كتير حلو. فهد فرن الشباك دايما الأرخص دايما. بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أبنائنا بالمسيح ندعوكم إلى اجتماع تشاور. عم تحكي معي حيوان؟ ايه عم بحكي معك بخصوص هالإشياء البلطامة اللي عم تعملوها. صار بدنا عجيب بهالضيعة تتهدوا. وهيدي مين دخلك هاي؟ والله العظيم هول البنات أهم من البولشوي. يعني ما بتكشفوا بالمرة بالمرة؟ صدر أصغر مرة عنا بالضيعة بيرضع نص أوكرانيا. يلا وين؟ ما بعرف. بعد حياة صعبة جوليا I'll come back for you وحب مستحيل I don't believe you It's up to you I love him and he loves me But he won't marry you. أسطورة كوكو شانيل بعالم الموضة. Get out, get out It's not what you think You invited her here without telling me بس سلر من جزئين Why don't you want to face reality? You are not the kind of girl to be introduced to his mother I never said I would marry you. بتشوفوا الثلاثة والأربعة الساعة 10:30 على المستقبل. Stand by, action.
اسمها جوما ما بتكون مغمى عليك غوما كمان غوما بتضلك مغمى عليك تخيل وحياة اما اكشن هلا المهم والسبع تنعام لا يمل كل تنين بعض الاخبار على المستقبل ساعات النائب تعودنا على طول السياسيين بلبنان يكون عندهم أشغال تاني حتى بيستفيدوا من هالمنصب حتى يوسعوا أكتر ويكبروا أكتر أنت متفضى 100% للسياسة هذا شيء بوجع الراس أكتر ولا شو؟ بالتأكيد يعني لأن كل الوقت بالسياسي ما في وقت لشيء تاني أساسا يعني أنه ما عندك وقت تعملي شيء تاني أو بزنس تاني أو إلى آخره ما قرار شخصي يعني هيدا انه انا ما بدي اشتغل شيء تاني غير السياسة لان ما في وقت لشيء تاني الحقيقة يعني أوكي. بده يشتغل سياسي بده يتفرغ للسياسي يا بده يتفرغ لشيء تاني ما فيك تجمعي بين اثنين الاسباب اللي قلتيها انه اولا بلشوا يقولوا عم يستغل موقعه او مركزه اللي يعمل بزنس او اللي يستفيد من هذا الموضوع وبالتأكيد بده يكون على حساب وقت السياسي بس مش من أنت وصغير بتشتغل سياسة لا 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 أنا كنت مدير إقليمي ببنك البحر المتوسط قبل نعم. النيابي بس نعم. كنت بنفس الوقت منسق تيار المستقبل نعم. يعني بعدنا طب ولا يوم كرهتها السياسة ايه؟ لا ولا يوم حبيتها عن جد لا يعني أنا ما كتير منسجم مع السياسة عائلتك بتحبها للسياسة؟ عائلتي يعني كان والدي الله يرحمه يشتغل السياسي المحلي كمختار لشي وزوجتك وولادك؟ لا زوجتي هلأ كنت هي بالبنك يعني كانت موظفة بنك بس لما زوجنا تركت الشغل وتفرغت لل طب ما بيحسوا إنه السياسة بتسرقك منهم؟ لا بالتأكيد مزعوجين كتير من هذا الموضوع يعني الأولاد خصوصي ومرتي كثير مزعوجين من قصة انه خلاص بطل في وقت للعيلة بطل في امان يعني داخل العيلة هذا شعور التعطيل يعني الرجل اللي بيعطيه للعيلة صار مفقود كان بالاول لا مختلف يعني مثلا انا قليل ما بطلع انا اولادي بسيارة واحدة او قليل ما طب شو في وقت اني انا وياهم هذا يعني واحد ممكن يضحي بكل شيء ممكن يضحي بوقته ممكن يضحي بماله بس ما يضحي بحياته انت شخص قبل شوي كنا عم نحكي عن المواجهة والتطنيش بطريقة مزح شوي بس انت من الاشخاص والرجال يعني رجل سياسي معروف بمواقفك يعني بتقولها بتواجه وبتقول بالملأ الاشياء الناس بتقولها من اربع حيطان وما بحبوا يطلعوا تلفزيونات ويقولوها يعني ومؤخرا اسمك حكى كتير فيه وصرت انت شو بيقولوا نجم 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 بالسياسة نجم كتب عرفت قائد الثورات نجم الثورات صح لا شوفي يعني اولا يعني الظرف اللي فت فيه على السياسي او فت فيه على المجلس النيابي كان ظرف استثنائي بالبلد بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري أنا بالنسبة لي رفيق الحريري يعني مشروع وطن مشروع حياة طبعا كنت ملتصق جدا بهذا المشروع مؤمن بهذا المشروع مؤمن بهذا الرجل فحسيت مع اغتيال الرئيس الحريري أنه اغتالوني اغتالوا عيلتي اغتالوا أولادي اغتالوا مستقبلي ففت بهذا السياسي من هذا الباب عسى أني أقدر أعمل شيء أرجع يعني خلي رفيق الحريري أو مشروع رفيق الحريري يستمر يعني يستمر لأن فعلا أنا كنت مؤمن هذا الرجل أنه مستقبل لبنان أو مستقبل أولادي بالبلد أو وأنا بحمل جنسية أجنبية وكثير فكرنا أنه نطلع نعيش برا لكن مع رفيق الحريري قررنا نبقى بالبلد قررنا أنه في بلد في مستقبل للبنان أعطيني إياها للجنسية في مجال إذا مش عايزة يعني لا يمكن البلد بحاجة لنا هلا أكثر من أي وقت تاني. طب إذا بدي أسألك إذا بتقول بجملة لو ما صار هيك كان صار هيك لو ما اغتالوا رئيس الحريري ما كنت عملت نايم شو كنت عملت؟
كنت يعني كملت كمنسق تيار المستقبل، بحس حالي عم بخدم المشروع بس نبعيد. مش يعني ماني متورط كثير بالسياسه. طب بعد تقريبا 6 سنوات على اغتيال الشهيد رفيق الحريري، بعدك عم تقول لو ما اغتالوا رفيق الحريري؟ يعني شوف، لو ما اغتالوا رئيس الحريري كنا بعد 6 سنين رح ضل. يعني لا، كل يوم انت بتكتشفي خطوره اللي صار او الجريمه اللي صارت، لان كل يوم عم تفقدي رفيق الحريري اكثر واكثر. هذا الفرق برفيق الحريري، انه كل يوم عم تحسي انه انت فقدتي شيء. ما انتهت الموضوع ب 14 شباط. 14 شباط انا برايي كانت يعني بدايه طريق الجرجلي للبلد وللشعب اللبناني. كل يوم تتقدمي بتفتقدي اكثر لرفيق الحريري، ولا وتقولي لو رفيق الحريري كان موجود ولو ما اغتالوا رفيق الحريري شو وين كنا صرنا. لان رئيس الحريري كان مؤمن انه مشروعه للبلد، رؤيته للبلد صارت بنهايتها. مرة بيقول لي بدنا 2 سنين بصير لبنان سويسرا الشرق، وأنا بدي أتقاعد. هذا الحكي لما طلع من الحكومة ب 98 قال لي كان أنا بدي 2 سنين تعامل لبنان سويسرا الشرق بالحلم اللي أنا بحلم اللي براسه فيه، وبدي أتقاعد بدي روح. لكن الأشياء كيف بتصير وكيف بتبرم. طيب في حادثة هيك طريفة صارت معكم خبرتنا إياها، أنت من الأشخاص كتير مهضومين على فكرة وكتير بينكتوا وكتير، خبرتنا وقت اللي كان في مشاكل واختيالات كتيرة عن الطيارة وقتها سافرتوا لخبرهم. هلا أنت بتكمل خبرية، بسألهم بسرعة إنه أمنيا كان ما فيكم تطلعوا بالطيارة دغري، يعني كانوا يتركوكم لآخر وقت لتروحوا على المطار، وكنتوا 5 نواب من 14 أدار طبعا وطالعين على الطيارة وطلعتوا، واللي بالطيارة صار معهم جلطة، هي العبارة الصحيحة استعملها، انه منحبكم بس انه ليه جيتوا، انه بدنا سلامتنا يعني. فالنائب سيرج تور ساركيسان شو طلع قالهم؟ هو حقيقة طلعنا بالظرف كان بعد اغتيال الشهيد وليد عيدو، وبعتونا على مصر يعني او خبونا بمصر اوكي من الاغتيالات. فطلعونا اخر شيء على الطياره، والركاب طبعا ما بيعرفوا لانه ما حاجزين باسمائنا. نعم. فكلهم تفاجئوا انه هودي اللي عم بيقتلوهم بالطرقات هلا وعم بيقتلوهم صاروا معنا على الطياره، وبالتالي صرنا بموقع الخطر. فسيرج انتبه للموضوع انه كله عمل بانيك لما طلعنا على الطياره، وقف نص الطياره قال لهم شباب ما حدا يخاف اذا بتريدوا، انه هلا نحن مسافرين كاتماني أدار مش 14 أدار إنه ما تخافوا ما تخافوا نحن إن شاء الله بتعيشوا 100 سنة يا رب. ليل ورعد وبرد وريح، دنيا برا مجنونة، تلج مكوم ما بيزيح، صرت عندي مسجونة. ليل ورعد وبرد وريح، دنيا برا مجنونة، تلج مكوم ما بيزيح، صرت عندي مسجونة. وخليك بهالليل منيح، نامي برا بعيوني، أو خليك بهالليل منيح، نامي برا بعيوني، انصفضن لك جوز بين شفوني وشفوني. ليل ورعد وبرد وريح، دنيا برا مجنوني، تلج مكون ما بزيح، انت عندي مسجوني. خليك بهالليل منيح، نامي مرة بعيوني، انصف ضلك جوز مراجي بين شفوني وشفوني. شلع ورقات الوردة لتروح رح تدلج بعد، خليك الليلة عندي ولك ليلة برا جنون البر. شلع ورقات الوردة لتروح رح تدلج بعد، خليك الليلة عندي وبخبيك من صوات الرعد. غفي عينيكي حدي وبخبيك من صوات الرعد، غفي عينيكي حدي، عزلي وفرش لك وردي، خبر عن سر جنوني. ليل ورعد وبرد وريح، دنيا برا مجنوني، تلج مكوم ما بزيح، انت عندي مسجوني. خليك بهالليل منيح، نامي مرة
يعني بيوعى الواحد الصبح بيوعى الواحد الصبح بس انا عم اعقب على حبيت كثير زقفة نمر نمر ماشي حالك حسيتها بدك شيء كافيين ماشي الحال ما هلا زيركينو نمر بالله عادي حدا مأثر عليك سلبا كل مزيح ميلة بيجي بسمع صوتها بيقول له جلي ساعتك حدا مأثر عليك سلبا كل العالم اللي موجودة عطيتك ايجابيات ولا سلبيات بس عقدني بصوته حسيت حالي بصوتي هلا ايجابي بسمعوني انا بشوف رشا بشوف رشا ما بعرف هيك بحس ب يعني هيك زبزبات ايجابيه انت شو بك لما بيقعد حدا على شمالك بتحس لا اقعد على يميني شو مش رح لك قبل شوي كانت كريم انا بحس بس قاعد يعني لا انا شعوري لا شعوره صار اتجاه بس عم تغيري له الوان عم تغيري له الوان يعني هلا كريم بالفوشيا كانت اصفر هلا بعد شفت بس كله ايجابي ما بتروحي الصبح اوقات مثلا هيك بتشوفي حدا انتزع نهارك كله؟ بلا وكتير بآمن فيها اوقات يعني بيكون ممكن... منزوع نهارك بتجي عشية على ليلة سهرة عنا ومنلتقي شو بصير عندك؟ كل المود بيتغير وسام هيدا الجواب هيك على سؤالك شو هلا شو انه قصدك انه انا مودي تغير هلا بس جيت لعندكم؟ لا شو أثرنا عليك؟ حسن شو أثرتوا علي؟ بالموجودين هلا مين بأثر عليك سلبا مين إيجابا؟ مين بتحس عن جد بالفعل حدا من الموجودين انه زبزباته إيجابية عليك؟ رجع لا ليك هي إذا بنطلع من إطار الجلسة أكيد إطار الجلسة دائما زبزباتها بتكون حلوة لأنه كل واحد بيكون صح. عم يعمل إفور إذا بدك إنه يطلع كل الزبزبات الحلوة عنده والبوزيتيف بس هو على فكرة هذا علم وقادر كل واحد حكم فيه لأنه هلا إذا بتراقب شغلة إنه نحن بس نطلع بالأسانسور اليوم وبيكون مطرح ضيق وبتحس إنه في ناس صاروا قراب منك بتحس حالك مزعوج حس حالك إنه لا هو ليه لانه الانسان في عنده منطقه بتبعد عن جسمه تقريبا حوالي 30 25 سم كيف بكون واقفين بالاسانسور ما عم بمزح لا واقفين هيك ايه وعم بتطلع بصير كله عم يتفرج بالاسانسور كانه اول مره بيطلع عليه انه شو حلو هالاسانسور شو لذيذ وكل يوم بيطلع فيه بس الفكره هي انه المنطقه الحميمه عند الانسان هي بتبعد حوالي 25 ل 30 سم عن جسمه هلا هالمحاضره كلها عملت لنا اياها قلت لنا مين من الاشخاص اللي بيعطيك نيجاتيف فايبس بقول لك شو وبوزيتيف فايبس هلا روح انا رح اروح على شمالي هلا انت روح رايح لا بس بالفعل هي قادر تتحكم فيها يعني النهار اللي بتعرف الفايبس اللي موجودين تقدر انت تتحكم فيهم اي متى طلقت النيجاتيف واي متى طلقت البوزيتيف بتعرفوا المثل بالفرنساوي شو بيقول شو بيقول جو دور موان بيت اوجوردي برافو جوزيف يعني انا اليوم نايم مع معلومات زياده منك واذا بدك بشي ليلي نايم ومفقوس دق لي بعدين رشا قديش بده واحد يعني انت شو اليوم شعرات لا بشتغل يعني انا تقريبا كل ليله بالكلينيك بالخمس زين بس انا بدي اقطع شغله صغيره كان عم يسالني انه قد ايه بده وقت الانسان كرمال يتعلم عم بقول له انا كل ليله بالكلينيك من الخمسه للثمانيه كمان اي ساعه بقول لك سعر نمر انت لو بتعرف ما بيعطي معلومات بتغير المود يعني ما بيعطي معلومات اكثر بالجلسه مش تغيير المود يعني هي يعني بالكلينيك عندنا بنشتغل على كل ال انا بدي اسال مونيتا يعني. اي اكثر نهار بتكرهيه بالاسبوع انا كلهم مثل بعضهم ولو مش عندك التنين من ايام الاحد التنين من ايام لا انا ما عندي مشكله فيه كلهم بتكرهيهم لا يعني عن جد نهار التنين بيكون ايش او ما بدي بلوز كله نيجاتيف لا انا هي بتزرع شيء بتوع صبعه ما عندي لا صبع شو بنقول يلا انا نازل بقول لها وقت 9 بتقول لي انا بالمكتب ما بفهم لها بعتقد ما عندي اياها لان انا بشتغل مع نمر ومغنجه بهذا الموضوع ومن الاشخاص الشغله بالبيت يعني هلا محاسبه مستلمه اكثر وهيك فبالبيت بشتغل بالليل يعني نمر عنده بونيتا بلوز لا بتعرف عن جد انا بايام المدرسه كنا اكثر شيء نكره التنين بعدين كنت اعلم فكنت اكره التنين لحد عشيه ايه ابشع وما بعرف ليه عنا سر دائما نحن نبلش رجيم التنين من اجل الموضوع للتنين كل شيء ببلش بس ما بيزبط وقت تقول التنين بطل بيزبط انت شو وضعك مع التنين كيف لا اصحاب اصحاب انت بس عن جد بتفرق عندك احلى شيء عندي الخميس بالشغل الخميس هو نهار بقول انا بعد في بكره بيخلص الجمعه مزبوط اكثر شيء بحبه يعني ما بس تنين بتعرف اكثر من بقيه الشغل مو مع شغل التنين كثير محمص ما بصدق كيف بيجي التنين ما في ميشيل ما في اوقات بتشوف اشخاص قدامك بيغيروا لك نهارك اكيد سلبا او ايجابا اكيد خاصه على اول الوعي
يعني لانه الانسان بس يوعى ثلاث ارباع العالم انت هيك تبقى المود تبعها مش رايقت له يعني أنا يمكن انا هيك يعني بس انا بحس ثلاث ارباع العالم هيك انا بس اوعى بضل ساعه ما بحكي مع حدا اوف اذا حدا بيحكيني ما برد طب يعني شو بكون عندك نيجاتيف مش هيك بقوم مش رايقت لي و ما بعرف احلى مصاري يعني بيعرفوا انا عندي بالبيت بيعرفوا انه ما حدا يحكي معي اول ما اوعى لازم كيف تتعامل مع الانسان اللي عنده نيجاتيف فايبس لك هلا ما فيك تعرف الانسان انه ايام بيبقى هيك ايام بيبقى هيك اذا بيعطيك نيجاتيف او بوزيتيف يعني فما بعرف اليوم رشا اعطتني بوزيتيف فايبس اول ما وصلت كان هيك فضيت صارت هلا هي صارت نوتك هو الاصفر وسام انت بتامن انه عن جد شخص ممكن غير العلم اللي كنت هلا عم تشرح طبعا بس بتامن انه الانسان عن جد ممكن ياثر على الثاني غير الاسانسير طبعا اكيد غير الاسانسير كل شيء بعيد اكيد اكيد هذه شغله موجوده يعني هذا علم مش انه نحن عم نخترعه لا طبعا موجوده انت اليوم بتفوتي على محلات بيكون في نيجاتيف انرجي موجوده بتحسي حالك مزعوجه ما عرفتي ليه انزعجتي بهذا المحل ترجعي بتفلي بيروق المود عندك بتغير نفسيتك فيك تبعد شوي هيك لهونيك حس حالك مزعوج حاسس انه ما بعرف بس ليك ابعد شخص قاعد ليك كيف عم بيعطونا اثنيناتهم الي ودانيال لشوف البوزيتيف فايبس اللي جايين من هون من الزاويه عندي ايه مزبوط انتوا حسيتوا انه في كيمستري ايه بس ما تغار لا بس انا برايي جوزيف ميشيل هلا بده يغيرنا المود بعد يخليه بعد احلى بوزيتيف اكثر ايه ويغني لنا غنيه هيك تكون اكثر هيك اعطينا بوزيتيف غنيتي غرامك غنيتك اوكي او غرامك عايش فيي ما حدا بياخد محله انا عمري الك سدي انا قلبي شو بعمل له غرامك عايش فيي ما حدا بياخد محله انا عمري الك سدي انا قلبي شو بعمل له مبلومه مش ذنبه بحبك ايه بحبك ما بيقدر يتخبى ويهرب مني لقلبك غرامك عايش فيي ما حدا بياخد محله انا عمري الك سدي انا قلبي شو بعمله غرامك عايش فيي ما حدا بياخد محله انا عمري الك سدي انا قلبي شو أنا بدي قبل ما نبلش كل الأسئلة لنمر دايما نحن بيتهمونا البنات إنه نحن إذا رحنا نشتري تياب أو نخيط بننق كتير هو بلا شيء بيتهمونا بالنق لا هي مش مظبوط بدي عبالي أعرف الرجال وقت اللي يجي يخيط بدلة وتياب بنق مثل لا نسوة لا نشوف عن جد بس هذه بلا دبلوماسية أحكي الصراحة ما بعجبك ما في دبلوماسية أبدا تيجي خيط الرجال يعني اول شيء يعني شخص شوي بهمه يكون مرتب طبعا احنا لما نشتغل مع الكلاينت بنعطيه تفاصيل هو جاي طلبها بس منه از نيقه از الومن المراه نيقتها جاي من ورا موضه الرجال كثير عارف شو بده كثير واضح دائما سو بعتبر انه انا عندي نق قليل نسبه للمراه انه اليوم المراه انا بشتغل مع نسوان بشتغل تيارات بشتغل اوقات قصص للنسوين حسب المود توعي الصبح شيء تنصح شو اذا حسيتي حالك شوي مصحانه تقرا في كل شيء او تحسي حالك شيء ميك اب ظابط تنبسطي كثير يعني كلمه حلوه بتغيري لها المود تبعها وما يتغير المود تبعها بصير باقي تفاصيل هيك انا شوي نمر مين الزبونات مثلا غير العرسان يعني اللي بيجي عندك في اي طبقه من المجتمع بتجي يعني هل الفقير ما في يجي خيط بدله على قياسه بس بده يكون معه مصاري بده يكون احواله ميسوره مثلا ليك اول شيء انا لاين الاعراس هو 40% من شغلي 60% من شغلي هو انا كلاسيك يعني انا اليوم بقدم بدل لسياسيين لمحامين لرجال اعمال لاشخاص عاديين لشباب بعدهم مبلشين شغلهم بدهم بدله تكون شوي اذا بدك تشبههم اكثر من انه بدله تشبه بيو مثل ما بيجي بعبرولي انه بدي بدله يونغ حس حالي بدي البس بدله لانه البدله اللي عليها اسماء اي مزبوط
نعملها اسماء ولا الاحرف اسم يعني مثلا اسم الشخص على كل البدله بالقلم نفس البدله يعني هاي البدله بلين بينزل فيها قلم تشوف بدله مقلمه هذا القلم كله احرف تبعه له هذه موجوده بنعملها بس مكلفه هي مكلفه اي مكلفه لهذا كل شيء يعني صرت انت عم تعمل شغله كاستمايزد لك اكثر مطلوبه يعني قد ايه طبعا مطلوبه يعني خد رقم يعني عم تحكي انت فوق ال 8000 دولار فوق 8000 دولار طب شو مشيت عندك القماشه اول شيء انت اليوم تعمل برودكشن لهي بس القماشه وبرا بايطاليا او بلندن تعمل لك اياها بدهم يوقفوا مكنه بدهم يفوتوها على السيستم بدهم يرجعوا بدهم يوقفوا كل شغله مشان يعملوها هاي اول شيء هون تكلفه عاليه نعم ثاني شيء نوع القماشه انت بدك تعمل هيك بروسيدر بدك ماشي مرتب يعني بدك تعمل كل شيء مرتب فيها لانه اوريدي انت عم تتعب تعملها القماشه غالي شغله غالي وطلبها غالي واسمك قد ايه نسبه؟ نسبه الاسم هو بيجي على الشغل مع الفينشينج مع الكات مع كل شيء انا شخص بعتبر حالي غالي بالنسبه له بس قصه انه واحد بيقدر قادر يعمل او مش قادر يعمل انا بدي اقول لك شغله كثير من زبايني اشخاص بحبوا يلبسوا وفي عندي ناس قادرين ما بيصرفوا قد ما بيصرفوا الاشخاص اللي بحبوا اللبس مزبوط اذا انت شخص بتحب بكل اللبس بكل الحياه هيك اصلا ايه اذا بتحب انت شخص بحب اللبس فيك تجي لعندي تشتري بدله عادي يعني ايه. ماني بخوف انا طيب نمر مين بقرر الموضه والالوان وشو دارج هلا بالنسبه للرجال وبالنسبه للنسوان اعطيك فكره بشكل سريع في شيء اسمه مكتب الالوان باوروبا مكتب القماشات بيعملوا فابريك جديده بيعملوا الوان جديده وببلشوا باول الديزاينرز ببلشوا بشيك بتلاقي انت اليوم انه الموضه الاخضر راكب على كل الديزاينرز ماشي معهم كلهم بس صار هلا عم تتفاوت شوي الموضه بين انه اوقات بتلاقي شيء قصير اوقات بتلاقي شيء طويل او يعني المنبع واسع. اوروبا يعني الاساس الفكره من اوروبا الالوان من اوروبا القماش من اوروبا لا روح ابعد من هيك هي ايطاليا اليوم متحكمه بالموضه مزبوط لانه عندك فرنسا اليوم رواق شوي رايد شوي عندك اليوم انجلترا عم بحكي بالرجال انجلترا كانت هي اعظم خياطه بالعالم بعدها ولكن اليوم بدك شويه موضه بدك شويه تاتش صغير هذا الايطالي اليوم اخذ هو ما الجو. في منافسه عفوا رشا بالنسبه لي انا ايه ما في منافسه ما بنحس في منافسه كثير بالمصممين الرجال بلبنان تحديدا يعني ما في مين في ما في في اسماء ما بعتقد انتبه في انا جاي من تصميم وخياطه هلا في منافسه اكيد موجوده مع احترامي لكثير من الاشخاص ما بدي الغي حدا ولكن منافسه مش عدد مثل المصممين النسائيين انا بروح اقول يا ريت في منافسه لا خليني اقول لك في خياطين حرفيين بس ما في مصممين تفرق في اشخاص شاطره بالخياطه عملت ثروه ولكن ماشي الحال لا ما كثير انا كل شيء معي كل شيء بطلعه بحطه بشغله دعايات هون دعايات باوروبا الفاشن شوز التصوير كل شيء بروفيشنال اللوكيشن تبعي هذا اكثر شيء انا بصرفه ممكن أنا كل شيء. لا بدنا نشوف شو بيلبق لك هلا الالوان بدنا نناقش نحن الالوان على سيجنا لبنان او علينا سياجو وهالبيت العمران شعشع نسراجو لك سيجنا لبنان او علينا سياجو وهالبيت العمران شعشع نسراجو والانسان في بيته بيرتاح ليش يمشي من غير جناح الانسان في بيته بيرتاح ليش يمشي من غير جناح بيترك حاله للأرياح والعيش بيغطي دراجه سيشنا لبنان هو علينا سياجه وهالبيت العمران شعشع نسراجه لك سيشنا لبنان هو علينا سياجه وهالبيت العمران شعشع نسراجه كيف كنت عم صورك انا هلا بالايباد تبعيتي ايه عم صورك فيديو لعماد شوي بعملها داونلود وبحضرها مثلا مثل هلا انا عم ما بعرف اذا الكاميرا عم تاخد بس انا عم بقرا جريده المستقبل على الايباد يعني الموضوع اللي بدك اياه مثلا يدبل كليك عليه بتفوت تقريه عادي بس كمان فيك تمسك جريدة المستقبل
تحط فنجان القهوة وتشرب فنجان القهوة وتفتح وما تشوف اللي بوجهك بقى سيفيني كلك اللي قاعد بوجهك ما تشوفه وتقرا هيك بتصيري مثل المخابرات ساعات النائب بتعرف بالتكنولوجيا هلا عم تفتح كل شيء بس قديش الورق قديه الاحساس عن جد بالجريده انك تحملها ومثل ما كنت عم اقول قبل شوي تفتحها وتقرا على بكره وتشرب فنجان القهوه وتحس بالورق وفي بتعرف ريتيال معين بيمشوا عليه العالم او الكبار حتى بحطوها تحت ايدهم بيمشوا بيفتحوا الباب على بكره بيلاقوها مستوته قدام الباب قديش اذا بدي اقول تكنولوجيا فيرسس الورق مين بيربح برايكم؟ يعني برايي حسب يعني حسب الشخص الجيل القديم يعني جيلنا كتير كاستمايزد على الجريده على الورق فحتى لو مثلا احيانا فوت على الانترنت شوف الجريده او هيك ما بيغني انه في مقال معين بدي اقراه على رواق بقراه على الجريده الجيل الجديد اللي هو الشباب ما له علاقه بالورق ما له علاقه بالجريده يعني اعطيه جريده وقولي له اليوم ما في انترنت مقطوع الانترنت ما بيقرا على الجريده طيب شو لذتها استاذ جراح الجريده يعني جريده الورق في يعني أنا برأيي مسألة عادة أكثر من لأنه نفس الكونتنت يعني نفس الموضوع هون وهون أي بس حسب ما أنت معود أو حسب ما أنت بترتاح ترتاح صح فالجيل الجديد مثلا أولادي ما لهم علاقة بالجريدة إذا بدو ياخذوا شيء أو بدو يقروا شيء على الإنترنت أنا إذا في مثلا مقال معين بدي أقرأه على رواء يمكن بشوفه على الإنترنت بتصفحه بسرعة بس برجع آخر الليل بقرا على الجريده وبحتفظ فيه يعني بقصه بتخليه عندك بالارشيف وسام انت من الاشخاص اللي معلقين بالتكنولوجيا يعني عندك مثلا حقيقه مش عم نعمل دعايه للابل بس يكون عندك كذا شغله بتتابع القصص اكثر على ثرو انترنت على الاشياء اللي فيك تحصل عليها ورق تحصل عليها بالورق ولا لا بتفضل هيك ديكي كارين هي الفكرة اللي كان عم يتفضل فيها ساعة النايب هي شغلة كتير مهمة انه التكنولوجيا اليوم سهلت عليك انه خاصة وقت بتكوني عم تنبشي على معلومة معينة انه عندك اكسس على المعلومات بطريقة كتير سهلة مجرد تكتب الكلمة اللي عم تنبشي عليها تقدر تحصلي على كل شيء بس هي لا شك انه متعبة يعني اليوم انت تخيلي حالك قاعدة عم تقري مقال يمكن هو صفحتين ثلاثة قاعدة على الكمبيوتر عم تقري بتزوغي بتضيع فمشان هيك رمزية الجريدة انه بتاخدي راحتك وقت بتقري كأنك عم تقري كتاب انت بتتحكمي ببعده بقربه ما في عندك ريونات عم تجي من الشاشة على عيونك بتضايق فمشان هيك انا في صعوبة على الشغل على الانترنت بس اكيد عندك سهولة وقت بكون عم تقري شيء على السريع تاخديه على السريع اكيد بس دايما بالتركيز بيكون وقت بتحطي الجريده انت بتتحكمي فيها مثل كانك عم تقري كتاب قادره اليوم تقري كتاب على الـ صح على الايباد ما بتقدري تقري لانه بتزوغي اول شيء بتكوني عم تقري بس مش عم تعرفي شو عم تقري نعم مزبوط. دانييلا ممكن تقري كتاب على ايباد او عن موقع على انترنت اسهل اي هاف ان ايباد ات هوم بس ما حدا يقول لي عاوز ايباد بلبنان لانه اسم الله الانترنت هون لا هلأ رح تتحسن كثير كويس بس عادة انت يعني بتفضلي تقري كتاب ورق ولا تقريه على ايباد اكثر؟ جربت اقري كتاب على الايباد صراحة ما حبيت انا كثير بحب اقري فوقت اقري انه برجع لورا كثير برجع لورا كثير بتعج الورقة تكتبي يمكن بكتب ويعني بفوت فيها كثير يعني هولي انا بقول القصص الانسانية يعني الانسان بحس انت بتتحكمي فيه يعني وقت بدك تقرا كتاب really you want to have a relationship صح بصير في علاقة بينك وبين مثال في كمان اذا عم نحكي عن الكتاب او عن الجريدة في كمان الكمبيوتر فيك تسمعه هو عم يقري لك يعني فيك انت بكل بساطة تحطه على جنب تحط بلاي وتسمع حدا عم يقري لك القصة لا انت تقرا ولا تمسكها انا انتي تكنولوجيا كتير ليه؟ انتي ايه ايه ما بستعمل ما يعني مش ما بقول لك ما بعرف بس انه يعني شوي جاهل بالتكنولوجيا يعني فبيضحكوا علي العالم من هالناحيه بس انه بفضل الورق يعني بفضل الطرق القديمه
بس لا شك انه التكنولوجيا ساهمت بكثير. يعني مثل ما عم نرجع نقول انه تذكرت شغله انه قلت اللي يمكن الناس الكبار بالعمر بحطها تحت باطي، انه انا بس كون حامل الجريده بحطها تحت باطي لانه ما عندي جريده احملها بين ايدي. يعني انت صرت كبير. انا قصدي كبر بالقيمه يا وسام. تسلم يا حبيبتي. ايه وسام ولو شو بدنا نقول لها؟ يلا من الاول فعلا بتطلع علاقه بينك وبين الكتاب او بينك وبين الجريده، في علاقه مش بالسهل تعمليها مع الكمبيوتر. بينما مع الجريده مع الكتاب ما بقول انه ممكن تحطيها بتقضيها معك وين ما كان، مثلا انا بالسياره او اذا مشوار قريب بتكون راحه بالجرايد. بس ما فيني استعمل الكمبيوتر بالسياره. ايه دانيلا تفضل. سوري، احلى شيء لكتاب قديم بالبيت عندي، يعني من 5 سنين قريته، برجع بقعد بقريه بطلع وين كتبت وشو كتبت. ترتبط اكثر بالذكريات كمان. يعني حتى حتى بشغلي، سوري بس عم اطشك، حتى بالقصص البزنس اللي كوني عم تشتغليها اليوم، يوصل لك ايميل لموضوع معين ما بتقدر، انا ما بقدر ركز عليه اذا حطيت بطبعه وبقعد بقريه على رواقه كرمال اخذ بتحطي بتكتبي بالقلم التفاصيل اللي بدك اياها غير ما يكون على الكمبيوتر. نمر، انت من الاشخاص اللي هلا لا شك انه الكمبيوتر كمان ساهم شوي بالحد من استعمال الورق، يعني قطع الاشجار، يعني ايكو فريندلي اذا في اقول، يعني ما بعرف اذا الكمبيوتر ايكو فريندلي ما بعرف، بس انه ساهم بانه ما بقى يصير في استهلاك للورق هالقد. نمر، انت كمان من مثلا اذا بدك لتسي موسوعه، مثلا موسوعه كانت تاخذ 10,000 كيلومتر بالاوضه عنا او بالصالون، كنا نحب نحط الموسوعات اهلنا يحطنا هن، هلا فيك تنزلها على تليفونك اكبر موسوعه موجوده. هلا في كمان في شيء اسمه اي بوك، اللي هو اذا بدك تقري كتاب تقريبا شيء مدروس مشان ما ياذي لك عينيك، بيعطيك الفيلم كانه هو كتاب، نفس الورقه نفس كل شيء. انا ما كتير يعني بعت الهم الورق والطباعه ما كتير بس انا اذا بدي اقرا بدي اقرا كتاب وبيعني لي اول صفحه وخليه عندي وارجع اقول لحدا تاني يقريه، اعمل له اندرلاين اذا في شيء عجبني، وبصير في علاقه مثل ما عم نقول يعني لغير معنى، انه هيدا الكتاب بصير موجود عندك بالكوليكسيون تبع الكتب تبعيتي. بس انا ماني اصحاب مع اصلا كثير التكنولوجيا. I use it for certain purposes مثل ما بقول وسام، بس ما بحط تحت باطي ما عم يصير. بس تصير حمل 3-4 قصص بايديك، ما انت اسم الله عليك بيحملوا لك يعني. فبنضطر سوري يعني بتعرف نحن الناس اللي مثلنا بحطوا تحت باطي وبيحملوا شنط وبيمشوا. يعني في 64 صوصنا عملوا برمضان. انت مش سكيزوفرين، العالم شاهدين انه انا ماني حاكل ولا انت متعدد الشخصيات. ما سمعتيه عم بيقول لي خلينا نمشي هذا الموضوع، لان وين بدك ابعث لك اياهم؟ يا انت شو جايبك لهون؟ كيف لك الاكل شو بيخدمه ما بيقشع حدا؟ بتعرفي بتشبه انت اليوم؟ لك اول شغله كل العالم يعني بعده وسام سمع لي كلمه، وبعده كمان ميشيل، وبعده كمان ملك جمال الكون، شكله بعدهم عم بيقرقشوا. لا خليك معي شوي صغيره قبل ما يقرقشوا، اكيد قلدينتي بعدنا سارقينهم، شفت كيف صفيناهم. بدي اياك تعمل الحركه يلي متعودين نعملها بالمطعم الايطالي، اوكي؟ لنشوف اذا بتقدر عليها. لك هيني كثير وصلت اخي اعصابك، انتبه لتصحون. لا هلا مش هي جوزيف الله يخليك. انا غير مره اوكي. طيب اوكي ادلقهم فوقنا جوزيف، خلصنا بقى اوكي. يلا مش الحال اوكي. لكم بيني اماتريتشانا مع الفيليه جوزيف، طلع شو حلوين للكل، وعملنا كمان كميه كثير كبيره. الدست اللي بيعملوا فيه رب اكيد استعملنا الوك لانه كميه كبيره، لانه عندنا اكثر من 15 شخص بدهم ياكلوا. جوزيف جرب هيدي اجابه. ممنوع نحط ملعقه فيها ممنوع نحطها لانه ممكن نخبصها. جرب جرب اوكي. حقلي هالامنيه وسامك تاكل اليوم ولا نحن ولا حقلي هالامنيه اوكي. لك تفضلوا 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 ساعات بنبلش. شو بدنا هيك فيها بارميزون؟ بارميزون كله بدك ترجع ترش فوقها شوي ولا لا؟ لا 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 خلص خلص. هذا الايباد لك علي. انا رح بلش من هون، من ايدي من ايدي بناخذ اوكي بليز. انا رح افقي لك. يلا انا بس بناولك. شو اسمهم هون؟ اعملوا معروف. هيدا فستق سوداني. هيدا تين. مين؟ هيدا تين. من وين بنبلش؟ بليز وسام بركي بتاكل حبتين. تفضلي مازن. عن جد لو سمحت اوكي. صحتين. لأن بتعرفوا صحتين. بونيتا جوعانة هون. يلا بونيتا فيها نغني شي لفستا معلوم.
ترجع على الاف مصره صرت عامل التفاحات كلهم ما عندها حدا بالاف. ميرسي بونيتا بين التمثيل وتقديم وكمان انت مع خيك الجنرال مانجر بشركته. وين بتحب بونيتا حالها اكثر؟ وين ولا بتلاقي انه عم تعملي كثير قصص وما عم تعطي وقت لشيء معين؟ لا عم بقدر منظمي وقتي لانه التصوير عم بيكون مره بالاسبوع، يعني وقت باخذ برنامج بشترك ببرنامج بيكون باخذ نهار بالاسبوع تصوير، هن بيصوروا نهارين ماكسيموم ثلاثه، بنقي نهار بس ما بيكون نهار التنين. ليه؟ لانه التنين مخصص لنمر، لو ما بنزل على بكره بس لانه التنين مهم انه نظبط كل شيء معيد وظبط له كل شيء، الثلاثه باخذه بالطالع. طيب بونيتا لما يعني شغلك الاساسي كان ببرامج تلفزيونيه فيها الكوميديا السياسيه مزبوط، يعني بتضحك ايه ما بتضحك هون ببكي شو بدنا نعمل ايه. بس يعني ناس بتحسيها بتقبضك جد، يعني لما يشوفوك مثلا قبل بليله ببرنامج كوميدي سياسي ثاني نهار بدك تاخذي قرارات صعبه مع الزبائن ومع الشركات. ما انا عندي انفصام بالشخصيه عندي كذا شخصيه لا بالشغل كثير ستريكت ومكروهه شوي. ليه؟ بس بقول له لنمر بزنس از بزنس لانه ما في غلط قاسي قاسي بالشغل كثير وستريكت يعني وجديه بالحياه العاده مهضومه ومرات بكون عادي بس ان جنرال يعني بعمل جو حلو. كنتوا عم بيحكوا عن الذبذبات الايجابيه او السلبيه، مرات بكون محل بلاقي انه داون شوي الجو بشقله، مرات بحس انه كل شيء تمام خلص بقعد عقلي، وبس اقعد عقلي بيقولوا لي بك شيء متضايقه عادي، فحلو تخلق جو الناس تكون مبسوطه وتحبك. بتحبي التقديم كثير يا بنت؟ يعني بتلاقي حالك عم بتقدمي بتلاقي حالي اكثر من التمثيل لانه التمثيل بالبرامج اللي اشتركت فيها الكوميدي ان كان بسمات وطن ولا كل شيء له شيء ولا نهفات بيعطوكي جمله او يعني شغله صغيره مركبه بس مش لإلك مش لبونيتا لشخصيتها هيك بقى بتكوني عم بتقوليها بس مش حاسه فيها. التقديم بدك تعطي منك انت ومن معلوماتك ومن شخصيتك فبلاقي حالي بتكون مرتاحه وبعطي مني انا فبلاقي حالي اكثر. بونيتا اكيد يعني الشغل ان كان مع خيك مصمم الازياء نمره سعاده او بالتلفزيون بياخذ كثير وقت. في وقت لاشياء ثانيه لحب لزواج بعد ما تم زواج لا هلا خلينا نبلش بالحب الاول. الحب اخ من الحب ليه صعبه؟ شو اللي صعب؟ الزواج هيدي الايام صعبه يعني ما لقيت كان عندي حدا انا وما صار نصيب لظروف معينه وهلا رجعت خلص عملت ستوب لانه صعبه منا شغله هيني الاولاد شو الصعب فيها؟ انت بتعتلي هم كنا عم نحكي قبل شوي بتعتلي هم الزواج بتقولي في كثير ناس عم بتطلق مزبوط بتعتلي هيدا الهم اذا واحد بفكر هيك كانوا من 30 سنه ما بقى بيتجوزوا بس انت بحسك انه عم بتفكري كثير لبعدين يعني انا عم فكر برياحتي هلا يمكن بعد شهرين اذا بلاقي شخص او بعد يومين اللي هو وارتاح معه لا ما بتقعد تحسبي هلا ما حدا بيقعد يفكر عم بقول لك اذا بدنا نفكر ما بنعمل شيء وحتى اذا بدك تفكر بالوضع السياسي اللي انت فيه واحد ما بيقعد يفكر بالبزنس تبعه مزبوط لا كل يوم بيومه وواحد بده يكون جريء يعني صبية حلوة مثلك و ايه فيك تعملي هيك يعني اوكي صبية حلوة مثلك وبتشتغل مع خيا كمان ناجحة بشغلها مع خيا وخيا ناجح وبالتقديم وبالتمثيل وين بتحسي الوقت للحب؟ لا مش وين بتحسي في يعني بعد في انه بدي اعطي هون بعد اكثر هون بعد بدي اعطي اكثر يعني وين الحماس بالموضوع؟ يعني وين بتلاقي انه مقصره وهيك لبعد شط حالي اكثر؟ ما بشتغل على هذا الموضوع، انا موزعه وقتي لكل شيء، حتى في عندي اولاد اختي بحبهم كثير فكمان بعطيهم من وقتهم بالاخص نهار الاحد. الاحد طبيعي بدك تاخذيهم ضهريهم وبالشغل وبعلاقاتي يعني انه الاصحاب كمان بخصص لهم وقت اني اشوفهم واكيد الواحد بده يكون عنده حدا بحياته ما فيكي ما بتنبسطي بشيء مظبوط اذا ما كان عندك هلا حدا ولا ما في حدا في وما في
هيدا الجواب على طول. هتلر نبرم التفاحة ونشوف أي حرف. هتلر شوف. في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي، يا روحي كملت أوصافك يا 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 أشخاص كتير بيعيشوا نمطية بحياتهم. سعادة النايب وسام كمان دانييلا نمطية حشحكيها أكتر. طبعا احنا ما نحترم انه انت من لبنان المغترب بأستراليا ميشيل. النمطية يعني بيعيشوا كل يوم روتين معين، يعني كل يوم بده يروحوا يتغدوا بهالمطرح ويضلوا هالمطرح، كل يوم بيروحوا مثلا بده يكون في أرجيلة، كل يوم بده يكون بهالوقت في أرجيلة بيلعبوا ورق. يعني أشخاص بالفعل عشان ما فيهم انك كل يوم ما يلعبوا ورق مع مجموعه من الاشخاص. بتعيش النمطيه حضرتك ساعات النيه؟ لا الى حد كبير لا، يعني لان يعني الروتين اللي ممكن او بتحب احيانا في روتين معين بتحب تحافظ عليه، في عندك رئيس سنيورة بيكسر لك كل الروتين. دايما جاهز وناطر كون طالع على المقام بتصير راجع على بيروت. ليه شو بيعمل حتى بيكسر لك الروتين؟ طبعا يعني هو اكتف طول الوقت مظبوط، يعني وقادر يشغل الكتلة والنواب كل الوقت. اها فيوم بتكون طالع على البقعة بتلفن لك في شيء ضروري، في اجتماع بترجع من نص الطريق بتكون على اساس نازل على بيروت بيقول لك لا في كلفك بشغلي بالبقعة فبيكسر لك الروتين. انت بتكون مبسوط ولا زعلان؟ شو بتقول؟ لا بالتاكيد بتكون مبسوط، يعني لانه بتكون عم تنجز شيء، يعني بتكون عم بكلفك تنجز شيء معين. ساعه النايب ما في شك انك سياسي. لا فعلا، يعني انا طبعا رئيس السنيورة بعرفه من 86 نعم. من ايام البنك اشتغلت معه، فحتى ايام البنك نقول له استاذ فؤاد كان وقتها أمتى بدك إيه هذا الملف؟ يقول امبارح. اها يعني على السريع. كله عنده بده ينجز بسرعة وبالوقت فبيكسر لك كل الروتين، حتى بيكسر لك كل ترتيب مواعيدك. أنا من النوع اللي برتب شغل تاني يوم قبل بيوم. يعني لو كنت مفكر تعيش النمطية ما فيك تعيشها لأنه في حواليك كمان ما فيك تعيشها. أوقات بيكسر لك كل مواعيدك، كل ترتيب اللي أنت عامله بالاجتماعات وبالشغل اللي بيعطيك إياه وبال نعم وبالحيويه السياسيه اللي بيخلق لك اياها بحياتك. نعم دانييلا، المجتمع الاسترالي كيف روتين قوي دائما؟ يس هذا الشيء اللي ما حبيته. بس انت كنت عم بتقولي انت ابدا ما بتعيش لا روتين. انا لا
ف that's why I don't belong in Australia. شو هو روتين تبعي؟ شو بأستراليا يعني شو؟ إنه كيف بدي أقول لك يعني؟ إنه مرتاحين كل الوقت. لا. عبال عنه. There's a system. يعني هون إذا بدك أنت عايش على راسك. بأستراليا لا there's a system. There's rules, there's a government, there's things you have to follow. يعني في اشياء بدك تلحقهم. اذا حسيت حالك عم فوت بالروتين مثلا وماشي بسيارتك وقفت على اشاره حمراء بدك تكسر الروتين بتكمل. ايه الله يشد الظهر ما تقرب صوبنا ابدا انت بتعملها. لا يوجولي يعني وسام انت حياتك روتين؟ لا بتعرفي شغله انا بلاقي انه المهنه هي اساس انك بتحط لك روتين بحياتك، يعني الناس اللي نمطيين بمهنتهم بيعرفوا حالهم بيوعوا الساعه 9 بيكونوا قاعدين ورا المكتب، الساعه 5 بيطفروا الكمبيوتر بيظهروا، هول الناس اللي اكثر شيء من السيستم اللي عم تحكي عنه يمكن هن اللي بيدخلوا بهالسيستم بيصيروا نمطيين بحياتهم، بيعرفوا حالهم 5 بيخلصوا، 6 إيه بيكونوا بالجيم، بيعملوا الجيم تبعهم بعد الستة بيروحوا إيه بس اوقات الوقت بيحكمنا، يعني انا مثلا بحس حالي بالشتويه بدي اوعى بهالوقت، بدي ودي اولادي على المدرسه، بدي ارجع على شغلي، بخلص برجع على البيت بحضر شو لازم يتحضر، بقعد يعني لك المهني الوظيفي إيه الوظيفي الحياه اوقات كمان بتفرض عليك بس وقتها في اشخاص هن بقرروا يعملوا حياتهم روتين مش ضروري يكون شيء خاصه بالشغل هيدي شخصيا انتبه في ناس اليوم ما فيك تفلتيهم لحالهم بيعرفوا حالهم بده حدا يضبطهم بوقت معين يشتغلوا بوقت معين يروحوا على الجيم بوقت معين ما بيعرفوا هن يضبطوا يعني انا وقت كنت براس بعيش روتين مش طبيعي بتحسي بالامان اكثر إيه بس ايه بتحسي بالامان اكثر يعني بتعيش يعني اليوم من 5 ل 8 بالكلينيك طلع علي كمان عندك حاله مستعصيه بدك تغلي كم ورقه اكيديني ميشيل انت عشت بمدرسة ستار اكاديمي فترة طويلة وكان في عندكم امور روتينية بتصير يومية حكيت. وفي عندكم كمان كل يوم ادفنتشر يعني كان فيها التناقض بالمعيشة بالمدرسة انا بالنسبة لي كل انسان كل العالم ما في انسان بالعالم ما بيعيش روتين بس انه كل واحد عليه يتأقلم من ناحية او بالتانية يعني هلا بستار اكاديمي مجبورين كنا نعيش بهذا الروتين ما فيني غير الروتين أه. اول شيء انا مراقب الكاميرات طبعا. 86 كاميرا مراقبتنا 24 ساعة حتى أنا ونايم يعني في وقت لازم نام فيه في وقت لازم أوعى فيه بس كان يكون في أكشن يعني كنتوا تغيروا الروتين هلأ الأكشن إجمالا بتكون وراء الكواليس مشاكل في وراء كواليس مع طول الكاميرا موجودة بس تصير المشاكل الكبيرة بتطفي الكاميرات وخلص يعني هلا انت إنه... فضحت كتير امور انت قدها هالكلمة انا قديش هادي أنا... لا هي خاصة انه بس بهالساعة اللي بيوعى فيها ممنوع حدا يحكي معه اكيد كانوا مطفيين كاميرات ولا مرة شفناك هيك نمر بتعيش روتين؟ نمر ايه انا فيه هيدي سؤال اقصر من هيك سؤال معقول يكون فيه؟ واضح كلمتين كلمتين بتعيش الروتين؟ بتعيش نمط معين بحياتك؟ ما كتير شوي لا. شوي انا شغلي لإلي بقى نص يعني وعيتي مش دايما مثل ما انا بدي مثل ما انا المفروض تكون مش 9 كل يوم ما بخلي الشغل بخلي الشغل 8 اوقات بخلي الشغل 5 اذا حسيت حالي شوي تاخرت ما بروح على الجيم بس الروتين هن مثل ما بقول وسام انه اللي بكون عندهم شغل ورا المكتب صحيح او عم يشتغلوا بمؤسسه ما هاي الدرجه الاولى بس روتين مش بس هو اي ساعه بتوعي ساعه 2 روتين للناس اللي بيشربوا نسكافيه الصبح كل يوم اذا ما شرب نسكافيه هذا صار بالسيستم شرب نسكافيه هالقد بيعمل 3 مرات جيم بالجمعه بده يقص شعره مره بالجمعه بده يعمل ضفيره في عندك اشخاص كثير عندهم اياها بالسيستم هذا بينما الوعي والشغل 90% من العالم بالكون بيشتغلوا وشوي بالسيستم بس الهابتس تبعولك هي اللي بتقتلك مش ال يعني نمر كان عم بيحكي من شوي هلا عم بيحكي عن شغله كمان بس ما ذكرنا وقتها كنا قاعدين نحن وياه انه هي مهنه العيله يعني من الجد للعم للبي لنمر يعني تقل كان من المدرسه على شغله بس كان عندك هذا النمط من الحياه كل يوم قلت لي من مدرستك على الشغل وهون حببك بهذا الشغل واستمريت فيه وكملت مزبوط انا كان نهاري يبلش 7 الصبح وينتهي 12 بالليل يعني ارجع ادرس شوي مش كتير يعني شي ساعة ونص ايه بيعرف يسام كنت شاطر فوت على الشغل ل 12 بالليل ساعات النائب شو بتشوف يعني برأيك حسنات الروتين وسيئات الروتين؟ لا الروتين اللي يعني إذا بدك اللي بيضجر بيقتل بالآخر يعني مثلا أنا كنت حس بالروتين أيام ما كنت مدير بنك إنه في سيستم في الموظفين نفس الموظفين كل يوم تقريبا نفس الزباين كل يوم نفس نوعية الشغل كل يوم
يمكن بالسياسي لا الروتين اقل طبعا في سسبنس اقل خاصه احنا بلبنان ساعات النيه وخاصه نسم الله عليكم يعني عم بتكسروا لنا الروتين دائما دائما اغلى دعايه على نشره الاخبار بس على كل حال احنا متفقين مع شركات ما بدنا مزبوط ما هي ما بدنا نحكي سلبا دائما عن الروتين يعني في اوقات نمط حياه معين بيكون ايجابي وبأثر ايجابا على حياتنا يعني دانييلا مش دائما سلبا على حياتنا مشان هيك في روتين الغنى قد ايه حلو انه نسمع كل شوي غنيه ببرنامج الليل السهره عنه نسمع واحده ثانيه يلا لنكسر الروتين بدنا شيلها ملح البركات هاي لالي قالوا كانت بالهوى ميلة عميلي ورجعت ميلت عغير ميلي طلعت عميلي وما كنتش للحما حاسب حساب ولك لولا الحما ما طلقوا نسواننا ولولا الحما زمان اقوى
ابتسم لاحظت شغلي قد ايه بعطيك انا انت عم تنشز عديني بوزيتيف فايب. قعدت هونيك قلت لك غني ما غنيت ولا كلمه، بس جيت قعدت حدك لغني انا وياك تعا ننسى ما خليتني امسك المايك. بس بدي اقول لك ليه جوزيف، بتعرف ليه هلا حبيت زوزو منك؟ هلا وسام ما غنى لانه هو بغار من خيو. انت خيي؟ لا لا، بغار من خيو عصام. بغار من محمد بيعرفها الخبر. لا لا، بغار من خيو، مشان هيك قال لا مش بس عصام بيغني، صح انا كمان بغني. صح، انت عايشه بافكاري. لا كانت عايشه وين؟ شو سميتها هذيك المنطقه؟ ادغال. كانت عايشه بادغال. هو الغيره بتبلش عن صغر، يعني انا بشوف موضوع الغيره مشان هيك ولا بشوف اولادي بين بعضهم خاصه كثير، يعني يمكن وقت يكونوا اخوه صغار بتبين انه انا بغار، انا بدي قده، انا بدي قده، بصير الاهل هن يعطوا هيدا قد هيدا حتى ما يفكر انه انا اخذت اكثر وهو اخذ اكثر، خاصه انا عندي توينز، يعني دائما بحاول كون منصف بيناتهم، وهذا الشيء بيودي بعدين لصعوبات توصل الى مطرح انه لا وقت بدك تميزي شخص عن شخص بالعطاء ما بعد فيك تتصرفي. الغيره بتبلش بين الاخوه من عمر صغير، مع انت وخيك هيك كان؟ لا ولا مره. انت وسام اوت اوف سبيس، يعني من غير كوكب. يعني صراحه جوزيف انه بدك ياني بالقوه يقول يا خيي اكيد في لا بقول لك شغله، بقول لك شغله، نحن ما في غيره لانه نحن كاركترين مختلفين عن بعض. منافسه منافسة بالبيت، مش عم بحكي بالعمل، عم بحكي بالبيت انطلاقا من بيتكم لأم. لا ما عم لك، ما انا خليني اقول لك شغله، نحن في يعني شخصيتين مختلفين كليا، يعني انا عصام عايش بالحاله الفنيه والجو الفني، بتعرف انه بيدوب شخصيه الشخص شوي من هو وصغير، يعني بيعزف وبيغني وبيعيش هدول القصص، بيرسم يعني دائما عنده هذه الحاله اللي الشق الفني، انا الشق المافياوي وهذا والزعرني وهول القصص، يعني كانوا بالبيت يعني شو في اخبار قصص وسام جد شي بيشرفنا. اهلا وسهلا فيك وسام. لا اهلا وسهلا فيك. انا وصغير كنت هيك، هلا تغيرت. هلا هلا صار يرش حزام. يعني احنا صراحه كنا خايفين من وجود سعاده النايب معنا، صرنا خايفين من وجودك معنا. لا بس على فكره بدي شغله كان قبل شوي عم اقولها، سعاده النايب انا بقول له شغله انه لازم يكثر اطلالاته على الاعلام، لانه بمؤخرا بالاخبار اللي طلعت واللي انقالت عن واللي ارتبطت باسمه بتفاجئ الناس انه رجل من رجال الاقتصاد ورجل من الناس اللي كانوا موجودين وموجود وما زال موجود طبعا اليوم بالشق المالي يلي هو المصارف والبنوك، تستغرب انه تطلع هيك اخا هيك نوع من الاخبار. فانا بقول انه دائما وجودك على الهواء وبيعرف الناس على هالصوره اللي انت جاي من الخلفيه تبعك. ساعات النايب بكل غيره حملنا معك شي شنطتين فيهم مصاري انت والله مجيب. بكره بس لاقصر الشيكات. بونيتا انت كمان بتشتغلي معك بتغار كثير، خليني اكمل السؤال. خلص هو جاوب فيك تسالي. تشتغلي مع خيك وخيك شخص ناجح بعمله بدومينه، قديش بتعتبري او قديه بتلاقي حالك انه انت يعني هو عم بيكون بالواجهه اذا بدك، هو اللي بياخذ الضوء، هو اللي بياخذ على قلبه، هو اللي بياخذ النجاح. كريم بدك تعرفي له نمر؟ رح خلينا خلص السؤال ولا لا؟ كنت تلعبوا بغار من خيه بغار من نمر ف يمكن بغار. سمعت شيء هون بدك تعلي؟ بغار من نمر؟ هيك مبين. انا بنصح لويو دانيلا لتكمل كريم. قديش اوقات هيدا الشيء يعني سيئومان، هيدا الشيء الغيره هي شغله طبيعيه بتخلق بالفطره ونحن بنعمل لها متريز ونحن اللي بنسيطر عليها، قد ايه اوقات باوقات لما بتنفعلي او لما بتعصبي بتقولي انه خلص انه انا قاعده عم بشتغل من على بكره العشيه وانت مش مثلا مش عاجبك؟ لا سياره. اشتري لي سياره فسكتني. ما بفكر هيك، نحن ما بنفكر هيك، يعني البابا عودنا انه كل واحد بياخذ اللي هو بده اياه، انا ليش بدي اطمع اخذ قصص عن اختي او عن نمر؟ نجاح نمر بهمني، بالعكس انا مستفيده منه وبشوف حالي فيه. ايه بس يا جماعه هيدا يعني بكثير مطارح ما بيكون موجود، يمكن لحد يصير في زواج بيصير في غيره بين الاخوه، وقت تصير في نساء عم تدخل مع الرجال بيصير في مشاكل كومبيتيشن بين الشباب. انا بدي اقول شغله مش بالقوه، سعاده النايب انت معي ولا لا؟ في كثير حالات ببيوت اولادك واولاد اصحابك ما بتشوف انه في منافسه، بس شريفه ما عم بحكي منافسه كره وحقد بين الاخوه، يعني انا بدي اخلي بين افضل، انا بدي اكون اشطر بالمدرسه، خاصه بس يتميز شخص عن شخص بالبيت. بس احنا خلصنا المدرسه،
يا خي طيب بس احنا عم نرجع لورا هلا شو بالاذن بالاذن جوزيف لحظه بالاذن لقلك وين بتصير في غيره وقت اللي بيكونوا اختين بحبوا يكونوا ملكة جمال او بتحب تنشهر وبتحب يكون عندها معجبين وحده ما تاخذ هيدا الشيء الثانيه تحصل عليه بيصير في غيره لان اثنيناتهم بدهم نفس الشيء بس اذا انا ونمر انا ما بدي اكون صحيح مع مش هيك مثلا ساعات النيب انت معي بالموضوع يعني انا بعتقد الاهل بيلعبوا دور كبير بهذا الموضوع يعني وفي شخصية اذا حطوا حدود لهالشيء طبعا هذا الشيء يمكن طبيعي انه يصير في التنافس او الغيره بس الاهل هن اللي بيلعبوا دور انه يحطوا حد ما تنمى هذا الشيء بنفسيه الاولاد هن وصغار ويعلموهم انه كل واحد له شيء وكل واحد له حدود وكل واحد وما يقمع ما يقمع يعني ولد على ولد طبعا يعني انا كنت مثلا مدامتي تنبهني انه صح في عندك بنت صغيره بس انتبه للي اكبر منها كمان طبعا وبعدين الاهل اذا كانوا منتبهين يعني لهذا الموضوع نعم بعتقد بيخلقوا جو انسجام بدل الغيره بس مش بس الغيره بين الاخوه الغيره بيكون بين الرجال والمراه وقت بس تنجح المراه اكثر في نسوان بتغار من اولادها يعني في ام بتغار من بنتها اه طبعا بمرحله معينه بيمرقوا فيها لانه بنتها عندها موضوع سيكولوجي كان هي بدها تحقق في الغيره البوزيتيف وفي الغيره النيجاتيف مظبوط انا عندي الاثنين كل انسان بس بستعمل وحده اي وحده البوزيتيف غير البوزيتيف يعني انا كثير بهمني يكون في حدا بالدومين تبعي ناجح واتعلم منه وجرب اذا هو مثلا بتفوق ما بشغله هون او برا ايه بتضايق بصير بدي حارب بدي اعمل اكثر توصل وفرجي انه انا فيني اعمل احسن من هالبارت من الغيره انا موجود بس انا بالغيره الشخصيه كنت عايش لحالي ما كنت عندي كان تنافس مع بي اكثر انا بغار على مصلحتك مزبوط نحن والجمهور والمشاهدين حيصير عنا ادمان ليه؟ نسمع صوتك كانه هلا كنت عم تشبه صوتك هذا شيء حلو لك كثير شوفكم على طول اذا ايه خلص. اذا بتصيروا تشكوني ابر ايه خلص نصير نجيبك دائما ميشيل انا بدي اسالك هلا هو هذا السؤال الكليشيه بس لان كنا عم نحكي قبل عم تقول لي في شيء عم بتحضره شو هلا شو جديد ميشيل قصدي هلا انا اخر شيء نزل لي مسلسل على ال بي سي غير المسلسل اللي عم حضر غنية ديو بعدين بنقول مع مين الغنية كلمات أسير رياض ألحان زميلي ميشيل رماح وتوزيع نيكولا شبلي يمكن بدها من شهر لشهرين ماكسيموم بتكون نازلة بالسوق يعني
وفي في اشياء كثير لبعدين بس بفضل انا ما احكي عنها هلا يعني تكون تاكدي بتعرفي في اشياء كثير بتغير. ما راح نقول مين بس هل هي فنانه يعني مبتدئه او فنانه صار زمان؟ يعني وسط، ما صار لزمان ولا مبتدئه. مشال يعني اذا فينا نقول من خلال تجربتك بستار اكاديمي النجوميه كانت عندك كثير سريعه، كيف واكبت هيدي المرحله وكيف عشتها؟ هلا شوفي انا في كستار اكاديمي هو اكيد برنامج بيقصر لي الفتره اللي انا بدي اوصل فيها مش للنجوميه تنقول، يمكن انا ما اعتبر نجم بس انه وصلت لمطرح بفتره سريعه، مطرح محترم يعني. وانا الحمد لله هالصيفيه كان عندي عدد حفلات كثير كبير هون وبرات لبنان، فبعتبر انه من وراء هالاشياء اللي عم تجيني واللي اجتني قبل انه انا واصل نسبه للفتره اللي صار لي فيها بالمجال الفني يعني. طب والاغاني كيف بتنقيهم؟ بتعتمد على احساسك انت ولا بتاخذ اراء ثانيه اشخاص ثانيه؟ صراحه انا عندي اربع اغاني، وحده منهم هي مشهوره كثير هي غرامك عايش فيه، الثلاثه الباقيين ما اندعموا كثير لاسباب الشركات الانتاج، انه انا ما كنت متعاقد مع شركات، كنت متعاقد فكست العقد صرت بعدين لحالي، عملت عقد ما انا بقدر، بس هلا عندي عروضات كثيره، اكيد رح امضي مع وحده من الشركات اللي عندي هون هلا، اكيد اختيار الاغاني بيرجع لالي اولا واخرا، بس كمان بنقول بالوسط يعني بيجي الاهل، اصحاب، شركه الانتاج، اداره الاعمال، كل الاشخاص اللي بتحيطني يعني اكيد بتاخذ برايهم يعني بتاخذ برايهم بتعمل هيدا الشيء ولا بترجع اخر شيء بكون رايك لك اكيد النهاية. لانه انا يعني اول انا اذا اغنيه ما حبيتها ما بسمعها لحدا، بحبها بسمعها، اذا الاكثريه وافقوا باخذ القرار انه اوكي، بحبها بسمعها، الاكثريه موافقه بقول لا. طب مين ميشيل أزم اثر فيك كفنان؟ اذا بدنا نحكي خلينا نحكي بالمرحله السابقه وبالفنانين اللي موجودين هلا. هلا اكيد في كثير فنانين ما فيني انا اعطي شهادتي فيهم، بس انا بالنسبه لإلي من انا وصغير يعني هيك ربيت اسمع من بيي استاذ كبير عبد الحليم وديع الصافي وائل كفوري، عندي وائل كفوري من الجيل هلا يعني اللي بعدهم كمان، وائل كفوري بالنسبه لإلي انا شخصيا بدون اساءه لغير يعني وائل كفوري نمبر 1، عندي بالقديم الاستاذ وديع الصافي الاستاذ عبد الحليم، وك يعني البنات يعني في كثير بحب نانسي عجران، بحب يارا، بحب نوال زغبي ست نجوى. عجينة طحينة الرز هلا؟ خلينا طيبين طيبين ولا لا؟ عن جد مبلا على هون على عم يسمعونا العالم؟ عم يسمعونا واو. طيب اوكي طيبين؟ اول شيء بدي اقول لكم انه هذا الشيء كثير طيب. اوكي الطحين رز ناعم، رز ناعم معجون مع المي وشوية بيكنج باودر بقلبه، عملنا عجينة شمنا رقيناها مزبوط مزبوط على الماشين تبع اللازانيا وقليناها كثير طيبة كثير. اوكي وعملنا نوعين من اللحمه. أوكي. وحده عملنا خلطه التارتار اللي هي فيها الانشوا وفيها الكابر وفيها كمان الاونيون وفيها كمان الكورنيشون بقلبها يعني البصل الصغير وكمان البقدونس وكمان البابريكا بقلبها مع اللحمه، وكمان خلطه ثانيه معموله بس من الصويا يعني لحمه مع الصويا. طيب والصوص؟ الصوص زنجبيل دقية عملي معروف. لا ما الجينجر جينجر وايت صوص بتحبيها انت؟ ايه بحبها. اوكي بس. لكن عنا تو لايرز، تو لايرز فوق بعضه مثل ما شايفي هلا هيك، بس انا عم زيرهم هلا بس بالبندوره من فوق، وبس تعزمي كمان بس ما بخبركم هو الخبز شو طيب. اصدقائنا بنحط عليها الصوص من فوق ونحن جاهزين. تفضلوا 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 ساعات النية شوف كيف انا بس الريسبي تعبت لما سمعتها لما سمعت الريسبي تعبت تفضل. اوكي يا بدنا نعمله شغله رح نبلش من هون يا يعني نحط الصوصات. لا رح بلش انا من هون لك كيف هيك. اوكي هيدا كمان فينا نقول نحن جاهز عنا صار تفضل تفضل. اوكي تفضل هننتقل كمان على الصحن الثاني نمر كمان فيز نمر هيدا مبينه مثل كفته شوي هي لحمه مفرومه وحده مع الصويا وحده مع الكابر لحمه مفرومه مكوناتها هلا شو كمان الصوص ولا شو الصوص هي بشاميل مع الجينجر بقلبها
ومع الاوريجانو والتوميتو، يعني فيها اوريجانو على الزعتر، بندوره، جينجر وبشل عادي. تفضلوا. اوكي ماشي، فيك تقول يعني ما عندها اسم يعني اختراع انا مطبق، يعني هي فيها الرقاقات تبع الرز، انا عامله مثل اللازانيا وحشيهم بقلبون من هالنوع من اللحم. خبيها ما خلي حدا يحاكي، بسهيها دموع عيني قدم لقلبي بإيدي، ويا ريت في خبيها ما خلي حدا يحاكي، بسهيها دموع عيني قدم لقلبي وباخد من عمري وبعطيها معيك يا وسام. مش هممني الدنيا كلها وانت حدي، مش هممني شو بدن بعرف شو بدي، مش هممني الدنيا كلها وانت حدي، مش همي هني شو بدن بعرف شو بدي. بدي حبك اكثر بعد، بدي قاطع عيونك وعد، رح نبقى دايما لبعض لو لبكرة تركنا بعض، لبكرة تركنا بعض هي أكبر غلطة. أنا بدي حبك أكثر بعض، بدي قاطع عيونك وعد، رح نبقى دايما لبعض لو لبكرة تركنا بعض، لو لبكرة تركنا بعض هي أكبر غلطة، هي أكبر غلطة. مكتوب علينا نشتاق للحب الهني، تيخلص عمر الأشواق تتفنى الدنيا. مكتوب علينا نشتاق للحب الهني، تيخلص عمر الأشواق تتفنى الدنيا. بدي حبك أكثر بعد، بدي قاطع عيونك وعد، رح نبقى دايما لبعض لو لبكرة تركنا بعض. هي أكبر غلطة، هي أكبر غلطة. وسام أنا كثير مبسوط فيك اليوم برنامج الليلة سهرة عنا، والسهرة عمراني بوجودك. يعني نحن بننسى حالنا أيام شوي، أنا بنصير ناخذ خشبوشيات بقول لك زوزو هيك، لأنه نحن أصحاب أصدقاء وهذه قعدتنا، يعني حاسس حالي مثل كأنه قاعدين جلسة. طبعا نحن قاعدين مثل شيء مثل قاعدين بالبيت. فما تزعل اذا قلت لك زوزو. هيدا اجواءنا، هيدا اجواءنا. وسام في مدارس للاعلاميين هي تعتبر اوقات بجيبوا الضيف يمكن لا يتوجهوا له بكلمات او ليهنوا او ليكشفوا سر، او يمكن بيفوتوا على تخته او بيفوتوا على فرشته، يعني هذه الامور يلي بتصير انا بحسها خصوصيه صح. لازم يحتفظ فيها الانسان. هل تعتبر حالك انت بتنتمي لهالمدرسه؟ لا ابدا وسام. ابدا، لانه بكل البرامج اللي عملتها معروف عن وسام بريدي انه هو شخصيه محترمه بتطرح القصص مثل ما هي، يعني انا اللي بجرب اسعى له دائما اني اطرح الفكره مثل ما الناس بتفكر فيها ببيوتها. يعني اليوم انت جوزيف وقت بتكون قاعد قدام التلفزيون بيطلع بالك انه في ضيف عم تشوفه عم يتحاور مع حدا، وتحس انه عبالي يطرح عليه السؤال بتلاقي انه المقدم البرامج او الاعلامي طرح السؤال، بتحس حالك انه
شفالك شيء عندك انت حابب كنت تعرفه يعني انت من جوا كاعلامي، اذا ضيفك بوجهك وفيك تستفزه بامر معين تستعمل هالطريقه؟ انا الهدف مش الاستفزاز، انتبه يعني انا باطار برنامجي مش غلط اللي كنت عم بعمله بالموسم اللي قطع، مش الهدف كان الاستفزاز، هدف انه طرح الامور باطار خي كريتيكال ثينكينج. عم نعمل كريتيكال ثينكينج، هذا اللي كان واضح بالبرنامج. فكره الالوان كانت انك تنقل من فكره لفكره وتخلي الشخص يفكر بالبوزيتيف ومن النيجاتيف. انا بدي اتوقف عند حلقه الست نضال احمديه، صافيه يعني بالفعل يعني بيحسبوا لحساب كثير من الفنانين والاعلاميين بيحسبوا حساب الم الست نضال لانه ممكن يوجع. انت طرحت عليها موضوع يوجع اللي مش معود على الوجع، وصار في مؤخرا حكي اسمعني بالصحافه انه ست نضال ردت لك اياها بخلال برنامج رابعه عن يو تي في. هي مش بس بخلال برنامج رابعه، يعني قطعت حتى بحديث البلد وقطعت ببرنامج لاحد الزملاء، وذكر وقت الشاب اللي كان عم بقلي سالته سؤال انه انا شو صرت اعرف انك صرت تحب الرجال، يعني هيدي ضجت فيها الصحافه وحكيوا فيها كلهم. طيب شو قصة اللي صار؟ هل كان رد على شيء انت عملته ببرنامجك مع الست نضال احمدية؟ لا هي واضحة الخبرية، هي واضحة الخبرية. انا باطار برنامجي مش غلط استضافني نضال احمدية وكان عندي حديث انا وياها عن موضوع وجود الرجل بحياتها، كانت حلقة سكوب يعني وجود ست نضال. صحيح كانت حلقة سكوب وكانت حلقة موجودة لايف على الهواء، والموضوع اللي انطرح بوقتها كان بينطرح وبيتسكر بوقتها وما له لزوم ينفتح. انا طرحت سؤالي بكثير من الموضوعية، طرحته بالاحمر، انت لوين الرجل بحياتك؟ قالت لي عندي رجال بحياتي، قلت لوين الناس ما بتشوفه بحياتك الاجتماعيه ولا بتشوفه باي مطرح؟ قالت لي موجود ما خصك، انا عندي رجل ضل انا وياه على التليفون. قلت لها كيف هذا انت وياه على التليفون؟ قالت لي ايه وما خصك. قلت لها طيب اذا انا بدل ما بفكر بالاسود، انا اذا بتفكر بالاسود، وكان طرح الاسود هو فكر تشاؤمي. عدم وجود الرجل ظاهر بحياتك بخلي الناس تصدق اشاعات، انتبه انك بتحبي النساء. اشاعات كان فيها بتنتهي بوقتها الخبريه انه ايه معك حق، يمكن انا لازم اظهر يعني بالاعلام. اتهمتها مباشره على الهواء بالصحفيه يعني؟ لا مش مزبوط، هذا مش اتهام. انا وقت بقول انه عدم وجود الرجل ظاهر بخلي الناس تصدق اشاعات، ما انا قلت تصدق اشاعات. كان فيها بكل موضوعيه تقول لي ايه معك حق، انا لازم يمكن بلش يصير الانسان ظاهر بحياتي. هل قد كان سؤالي وما كان بالي ما فيها الاطار في اشخاص ما بتنتهي عندها بعدنا كنا عم نحكي عن تطنيش او الانسان اللي بيواجه يعني انا بلاك عن ست نضال واضح انه ما بتنتهي عندها يمكن يعني. نضال احمدي انأذت من هذا الموضوع، انا بعتبر انه يمكن كانت فشه خلق اللي عم تعمله وعم بترد لي اياها، بعتبر انه ما راح يعني ما راح جاوب عليه او اعطيه اكثر. وبتمنى ما بعرف اذا رح تكون ضيفتك، بتمنى انه بوقتها انه حكينا بهذا الموضوع وخلص بوقته، بعتبر انه كل شيء خلص بوقته. وبتمون يعني اذا حبت انه تفش خلقه وتحكي شيء عني انه جرب تشوه. طيب ما بتعتذر منها اذا انت يعني جرحتها بمطرح معين او خليت حدا من اهلها يسمع؟ يعني يمكن عم تقول انت اشاعه ولكن وصلت الخبريه بالطريقه، ما بتعتذر منها بطريقه انت من انسان لانسان؟ يعني من انسان لانسان، والناس بتعرف مين وسام بريدي وبتعرف مين غير وسام بريدي. انا شخص بعرف اخلاقياتي واحترامي للناس كتير منيح، وانا بعتبر اذا نضال الاحمديه زعلت من هذا الموضوع اكيد بتمون. واللي بعثت لها اياه بمساج نهار اللي طلعت حكيت عني انه الله يحميكي وجاد بلاس يو، انا ما كنت بقصده منيه سيئه، انا بقصد انه كل انسان اليوم بالحياه انا بعرف كيف اتعاطى مع الناس والناس بحب كيف تتعاطى معي، انا ماني انسان حقود والحقد بيقتل صاحبه، وانا ما عندي مشكل. انا بقول لها في حال زعلت من هذا الموضوع بهديك الفتره كان فينا نجاوب عليه بوقته، وفي حال عمل لها مشكل عندها انا بعتذر على هذا الموضوع اللي عمل لها مشكل، وبعتبر مش المقصد منه ولا اساءه، ولا اساءه كان المقصد منه، بس بعتبر انه اليوم انا طالب اعتذار من نضال الاحمديه. ست نضال انا بتمنى تكون موجوده معنا كمان ونسمع منها الرد كمان عن الاعتذار اللي تتوجه منك وسام، طبعا اللي بيعتذر بيكون ابن اصل. لا اكيد بس انا بطلب اعتذار لانه بعرف انت... انه هي اتهمها قالت لي ان شاء الله يبعث لك الطعام. انا بطلب منها لا غير شيء، انا بطلب منها انه بتمنى عليها اللي بيتمنى السيء للانسان ما بيجي الا السيء بالحياه. لا ان شاء الله، لا انا بتمنى تقرب القلوب من بعضها وسام، وانت قلبك ابيض وست نضال كمان قلبها ابيض. حتى عيد ميلادها بعثت لها مساج انا زلمي معروف عني اخلاقياتي ومعروف عني وسام. قبل ما ننقل انا بحب اعرف جديدك، غير في برنامج جديد كمان في مشروع جديد، شو هنا؟ ايه صحيح،
عندي برنامج جديد هلا للام تي في اكيد عم نحضره قريبا بيطلع بالجريد جديده، وعندي مشروع هيك بزنس صغير انا وعصام خيي عم نعمله يلي هو ريستورنت لاونج راح يكون في له كونسبت كمان اسمه تيبل 7 راح يكون وله كونسبت ريليتد لل 7 فكره اكيد كل شخص قريب قريبا ان شاء الله ايه ان شاء الله اخر سبتمبر اول اكتوبر بس الحلو اللي راح تشوفه الناس بهذا المحل انها رح تتفاجئ قد ايه رقم 7 كثير مهم ومؤثر بحياتنا. معقول نشوف ست نضال احمديه معزومه على الاوبننج؟ اكيد هي بتعزم على الاوبننج. هي بتعزم على الاوبننج. هي بتعزم ان شاء الله. شكرا. والنهارده جاي تقول انسى الاهام جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات ومايل وحدف كاتب على طرف أجيله وميل وحدف منديله كاتب على طرف أجيله وأمانة أمانة يا دنيا أمانة تسدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تسدينا للفرحة أمانة يعني سعادة النائب هذا السؤال رح يتوجه لإلك مش شخصي يعني مش شي شخصي بس لأنك حضرتك ممثل الدولة اللبنانية معنا معنا الليلة معنا الليلة أنا مش ممثل الدولة ممثل الشعب ممثل الشعب صح بس إنه دخلك مزبوط النائب هو ممثل الشعب بس ليه نحن على طول بنفكره إنه هو ممثل الدولة لا هو ممثل الشعب مش الدولة بركن لأنه كتار الدولة بتمثلها الحكومة بركن لأنه كتير قليل النواب اللي بيمثلوا عن جد الشعب يمكن هيك شيء يمكن هيك لكن خلص فيك ترتاح لأنه هلأ السؤال ما بيطارك بقى أنا وياك تعني تهجم على الدولة على الدولة بيضلوا يطالبونا أنه بأنه توفير الطاقة أنه ما تفتحوا المي مثلا أنت عم تفرش سنانك ما تفتح المي بتقعد 10 ساعات بينزل المي في مي بالأول ويا برافو برافو عم بتبلش صح عم بتبلش صح الكهرباء كمان ما في ما في انه بس الضو ما الضو مثلا الاماكن اللي انتم مش قاعدين فيها الشارجر اذا حاطينه بالبريز مثلا مش حاطينه بالسيلولار ما ضروري تحطوه بالبريز الى ما هنالك بينما بنهار الساعه هيك الظهر والشمس هالقد شارقه تطلع باضويه البلديه مضويين بتجي المي على الطريق مفتوحه بتشت الدنيا بتعوم الدنيا بنصير نصبح نحن بالميات وما من بنستفيد من هالطاقة إذا بدك الإنرجية كمان لبنان هدول ما عن جد إيه شيء غريب شيء غريب من إيه عن شو عم بحكي الدولة طيب وين؟ تمام؟ من الآخر في شيء غلط وين الدولة؟ وين الدولة؟ كم ولد عندك؟ وين الدولة؟ لا هو صحيح يعني السؤال الأساسي وين الدولة؟ فعلا لبنان بعد ما وصل لمرحلة الدولة
يعني نحن يمكن مرقنا بمرحلة مشينا على طريق انه نبني دولة، وكنا معتقدين نحن على الاقل كفريق سياسي انه الاخرين حيساعدونا بمشروع بناء الدولة، وبناء الدولة له مقومات. يعني اولا ما يكون في دويلي ضمن الدولة، ثاني شيء ما يكون في سلاح مسيطر على الدولة، ما يكون في حدا ما بده يشاركك بالدولة، ما يكون حدا عم يمنع قيام الدولة. كل هيدي مع الأسف موجودة بلبنان. لما يكون عندك دولة صح، ساعتها بتصير تطلعي على موضوع الكهرباء وعلى موضوع المي وعلى موضوع البيئة وعلى كل المواضيع التانية، بس الأساس الأساس هو إنه كيف نبني دولة، وأيمتى بدنا نوصل إنه كلنا سوا نسلم بمنطق الدولة وكلنا نعيش تحت قانون واحد وتحت سلطة واحدة، مرجعية واحدة وسلاح واحد بإيد الجيش اللبناني. مدام نحن بدويلات وبسلاح موجود خارج الدولة وبناس غير مؤمنين بالدولة وغير مؤمنين بالوطن إذا بدك، يعني معلش حاسمح لنفسي أقول في ناس بتحس إنه ما هم مؤمنين. حضرة النائب، إذا في ناس مش مؤمنة يعني بالدولة وبالوطن، لوين نحن رايحين؟ يعني عم نحكي عم تحكي كريم بمشاكل المي والكهرباء، إذا الأساس مش موجود شو عم بتقول للناس؟ يعني شو جايين؟ أنا عم بقول للناس إنه لازم الناضل فعلا ونشتغل بكل جدية لنوصل لمشروع الدولة، لأنه لما نوصل لأنه يكون عندنا دولة كل هاي القضايا مفروض الدولة بتحلها وبتحلها بسرعة، وعندنا الإمكانية إنه نحلها. يعني في البوتنشال، في الفرص. لبنان عم بيخسر فرص ضائعة، عشرات وعشرات الفرص الضائعة اللي ما في بلد بيخسرها إذا كان عنده في حد أدنى من الحس المواطني. بس نمر، نحن بال 2011 العالم وصلوا بدك تحلها، بدك تحلها نمر، لا ما عندي شي ضدك. العالم مش معي وقت، 12 203 زائد 405. فنحن بال 2011 العالم بتسافر بتشوفها صارت بمال وسابقتنا باشواط، هيدا عم بحكي عن صعيد المجتمع والشعوب. اما الدول الغارقة، كنت انت قبل شوي عم تحكيني انه عن رؤساء الدول، عم تقول لي عم بحكي عن رؤساء شوي على نمر بالسؤال، انا شفت شو قال لي بالاول على رؤساء الدول. كمان الدول هنيك سابقتنا بتخطط وين بدنا نعيش غير الارض، يعني صاروا عم بيلاقوا سبستيتيو على الارض العالم بدها تعيش فيه، ونحن بعدنا هون عم نفكر بالكهرباء وبالمي. يعني بتلاقي انه نحن مش شوي كتير مأخرين انه هلا عم نستوعب انه وين الدولة؟ حبيت سؤالك مع انه طويل ومشعب، بس رح اجرب جاوبك باختصار. نحن كحكومة انت كحكومة في دانيلا بيناتكم بين الحكومة والشعب. نحن بلبنان بتباهوا ببعض الامور اللي شايفين حالنا فيها، ومنعتبر حالنا نحن بالمحيط طبعاً يمكن أنجح أو منورين أكثر أو منفتحين أو ديمقراطيين أكثر. ولكن لما أنا رحت أنا على تركيا من هذيك الجمعة شفت قصص بتخوف، بتصدمي، بتنزل على المطار، بتنزل على الطرقات، بتشوف هديش منظمين، بتشوف النظافة، بتشوف كيف التفكير كلهم واحد. فطلع بلدي بتقولي يا ضيع وقت، يا مش بلد، يا زو، يا يعني كاسي. وحتى كمان إذا بنزل على الأردن طرقات نظيفة، ماي موجودة، كار موجودة، يعني في الأساس. عم ضيع وقت مخيلك هون لعبة. بس لحظة، أنا في عندي شغلة رشا، بس عندنا طاقة، خي عندنا طاقة كتير كبيرة. كلها انرجي، شوف قديش في طاقة هون، كل وحدة فيها شيء 1500 كالوري. في شعب بفكر لمتر لقدام، وفي ناس بتفكر طبعا. بدنا نقول شغلة وكريم، ما قلنا مبروك ولو شوي متأخرة لصديقتنا وبنت بلدنا دانيلا رحمي، يلي طلعت بين العشرين الأوائل بالعالم بمسابقة بتصير الأولى من نوعها، مس سوبر انترناشنال، مس سوبر ناشنال اللي صارت ببولندا، وكنتي بين العشرين الأوائل، كنتوا 80 بنت واخترتي بين العشرين. بقى زقفي لدانيلا. ليش ما قلتي لنا كنا عم نيجي على السهرة؟ أنا لأني مغار كتير رح أعزمك تاكلي حلو لحظة واطلع على دانيلا. أصحاب بعدك مع العشرين؟ مع الستين بدنا نعمل حلقة الليلة سهرة عندي، يعني تفضلوا فيك. يعني الحقيقة ما طلعنا منك شيء، يعني الحقيقة عن جد قلبي تجيبه. بدي أقول شغلة، إنه كلنا أكيد كلنا سافرنا وسافرنا كتير هالصيفية وهيك،
بس في قصص بلبنان حلوه كثير ما بنلاقيها برا، يعني دائما عم نحكي ونحن عم مثل عم نعمل مثل يعني عم شو بيقولوا عم ندور على المي والكهرباء وكل شيء للعالم اللي عم تحضرنا بالغرب، بس نحن كلهم بيتمنوا يجوا لهون وما عم بيحبوا يفلوا عم بيبكوا بس لا هن عندهم مي وكهرباء بس يجوا لبنان عنده ميزات حلوه اكيد هي فيلي هلا ما وصلناها هلا نحن رح نقلب العقيده بس عند النايب في حدا عنده توتر اكثر منك سعد النايب بالسودان مليانه مي غلوتك عندي واشتقت واحبك بسواريه الدنيا مهما كانت حلوه ثانيه اعيشها جنبك كل يوم بيعدي زين غلوتك عندي تعرفي شغلة كريم من التطنيش للغيرة للجرائد الإلكترونية والجرائد اليومية هالمواضيع كلها اللي عم نطرحها عن جد هي نحن بنفكر فيها كل يوم بنحكي فيها وبيجول بيدينا أفكار إيجابية وسلبية وخاصة أهم موضوع أنا حبيته اليوم هي قدي الأشخاص يلي بيأثروا عليك إيجابا بحياتك أنا بشتريهم مشترى يعني بحب كتير العالم يلي بتأثر علي إيجابا وياريت بضلوا موجودين دايما معي وحوالي وساكنين معي 24 ساعة تعرف شو جوزيف لنا بنتأمل أنه نحن نكون منأثر إيجابا بالمشاهدين وضيوفنا طبعا اللي بدنا نتشكرهم فردا الليلة أكيد سعادة النائب جمال جراح نمر سعادة فنان ميشيل عزي بونيتا سعادة طبعا دانيلا رحمي ملكة جمال لبنان المغترب لعام 2010 والف مبروك بين العشرين الأوائل بالعالم والإعلامي وسام بريدي ورشا وإيدي أكيد طبعا شاف ومحمد عدي يعني ليلة سهرة عنا كل أحد مباشرة بعد نشرة الأخبار مع ضيوف جديد باي باي برضو ساكن قلبي ومنور سمايا سنين عايش بحبك سنين ملقتش زي قلبك حنين وعنيك الفرحانين سنين عايش بحبك سنين ملقتش زي قلبك حنين